بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان وحلقه جديده من الملاعب. اليوم النهارده في مباراه طبعا النادي الاهلي مع النجم الساحلي في ملعب النجم الساحلي في سوسه، ويمكن النهارده كان سموحه بيلعب مع مازيمبي وللاسف خساره سموحه بهدف واحد لا شيء، وبيبقى اخر المجموعه اللي موجود فيها سموحه ومازيمبي. وامبارح الهلال خسر من المغرب التطواني وبقى سموحه هو في قاع المجموعه بثلاث نقاط. ادي الهدف حلو جدا طبعا، مهدي سليمان لم يفعل شيء، لانه صعبه جدا جدا. يمكن سموحه الشوط الاول اتفرجنا عليه كان مقفل الماتش كويس، لكن مازيمبي فرقه طبعا صعبه وفرقه مهمه وبيلعبوا في ملعب يعني ملعب نجيل صناعي، ملعب غلس بالنسبه لنا شويه. سموحه ثلاث نقاط ولكن لسه في الامور امور على فكره، لان الهلال والمغرب وتطواني الاثنين المركز الثاني والثالث برصيد خمس نقاط وسموحه برصيد ثلاث نقاط، فاضل له ماتشين. اعتقد ان ممكن في سموحه ان شاء الله يعمل شغل او يكسب على الاقل في ملعبه الماتش الجاي. محمد يوسف ادي الهدف طبعا هدف رائع بالنسبه للاعب مازيمبي، ودايما فرقه مازيمبي بصراحه ليها صولات وجولات مع الفرق المصريه، جون حلو جدا جدا جدا، وطبعا في توفيق كبير جدا بالنسبه للاعيبه مازيمبي. مازيمبي على قمه المجموعه بثمان نقاط من اربع مباريات، الهلال خسر في ملعبه من المغرب التطواني بهدف واحد من ضربه جزاء بعد ما جالها برضه ضربه جزاء وضيعها لاعب الهلال. المغرب التطواني في المركز الثالث بخمس نقاط وسموحه المركز الرابع باربع نقاط. الاهلي طبعا ان شاء الله النهارده بالعشرة مساء بتوقيت القاهره هيلعب مباراته مع النجم الساحلي، ماتش مهم جدا للنادي الاهلي. ولكن خلينا نكون واقعيين، الاهلي او فرق تونس حاليا مش بالقوه اللي كنا بنشوفها زمان، ان كان صفاقسي في مجموعه الزمالك او الافريقي او النجم والترجي مع الاهلي. الترجي قاعل مجموعه النادي الاهلي بصفر من النقاط، والنجم في تاني مجموعه طبعا ست نقاط، ماتش صعب شويه طبعا، لكن الاهلي بالانتدابات اللي موجوده بصالح جمعه النهارده وفتحي الاثنين الجداد اللي هيكون موجود في التشكيل، وهنقول لكم التشكيل ان شاء الله اللي هو الاقرب الى يعني 99، هيبقى هو شيف اكرامي كحارس مرمى وسعد سمير ومحمد نجيب وشيف حازم ثلاثي خط الدفاع، صبري رحيل شمال، احمد فتحي يمين، نص وحسام عاشور وصالح جمعه، قدامهم وليد سليمان ومؤمن زكريا وعماد متعب. ده هو التشكيل المتوقع للنادي الاهلي، هيلعب زي ما لعب ماتش الزمالك ثلاثه وطرفين صبري واحمد فتحي واثنين في قلب الملعب حسام عاشور وصالح جمعه. وليد سليمان مؤمن زكريا عماد متعب، التشكيل كويس جدا، فرقه كويسه جدا، عنده لعيبه كتير كابتن فتحي، ويمكن يعني انطوي بره من اللعيبه المهمه، يمكن ايفونا هيبقى خارج ال 18 تماما. النادي الاهلي النهارده نتمنى له ان شاء الله على الاقل التعادل يحافظ على تصدره لقمه المجموعه الاولى. يعني الاهلي عايز يلعب، عايز يكون قمه المجموعه عشان يلعب دور قبل النهائي في ملعبه. الناحيه الثانيه الزمالك نفس الكلام، بكره ان شاء الله عنده ماتش مهم مع ليوبارد، والزمالك بشكل كبير حسم قمه مجموعته يعني باذن الله. ان شاء الله الزمالك لو طلع بكره بالتعادل على الاقل هيبقى الموضوع بعيد عن اورلاندو، ان اورلاندو هيجي له لسه ملعبه وليوبار هيجي له لسه ملعبه، بعد كده مش هيطلع غير للصفاقسي خارج ملعبه في الدور الثاني. ماتشات مهمه جدا النهارده طبعا، بدايه الدوري الانجليزي، وشفنا او اللي شاف اللي ما شافش النهارده بدايه الدوري الانجليزي وفوز مانشستر يونايتد في اولى اسابيع الدوري الانجليزي بهدف يعني ووكر المدافع الايمن لنادي توتنهام في مرماه، كانت قدام روني. يعني ماتش بالنسبه لمانشستر يونايتد كان فيه تدابات كبيره، يمكن روميرو حارس مرمى الارجنتيني كان موجود مكان ديخيا بيلعب النهارده، ديباي ده اللي عمل الثرو ليونج اللي لعبها بالعرض لروني اللي كان هيجيبها جون طبعا، ولكن ووكر جه حطها من قدامه بيشيلها دخلت هدف. ويمكن حال مانشستر يونايتد في المباراه النتيجه لا تدل على سير المباراه، ان توتنهام كان احسن بكتير في ان كان قبل الهدف ده مباشره او حتى بعد الهدف في الشوط الثاني، كان الاحسن هو توتنهام بشكل كبير. ويمكن روميرو تالق في اخر 10 دقائق، ده الهدف الوحيد والهدف بدايه انتصار لمانشستر يونايتد وفان جال. ولكن بصراحه مانشستر يونايتد يعني مش مطمن طبعا، لسه بدري جدا جدا ولسه الانتدابات. يمكن شفنا شفاينشتايجر النهارده في اولى مشاركاته مع مانشستر يونايتد، لاعب طبعا الالماني المهم جدا ومنتقل من بايرن ميونخ. شفنا ديباي لاعب منفس، ديباي لاعب الهولندي اللي عليه امال كبير برضه ما ظهرش بشكل قوي كبير، داميان لاعب الباك اليمين من تورينو الايطالي، في بعض انتدابات كبيره كانت موجوده في مانشستر يونايتد. المهم الفوز هو مهم بالنسبه لمان يونايتد. الساعه 6:30 كمان لسه هيلعب تشيلسي ان شاء الله مع سوانزي، واتلعبت ماتشات برضه اقول لكم مين لعب، كان ايفرتون بيلعب مع واتفورد من شويه وتعادلوا 2-2، كان في ماتشات كتيره اتلعبت، خليني اقول لكم مين لعب مع مين. بورنموث مع استون فيلا يمكن صعد من الشامبيونشيب وخسر من استون فيلا 1-0، وايفرتون واتفورد 2-2، ليستر سيتي وساندرلاند 4-2، ليستر سيتي الصاعد حديثا
من الدرجه الثانيه الاولى يعني. نورتش سيتي مع كريستال بالاس، فوز كريستال بالاس 3-1 زي ما قلت لكم. تشيلسي 6.5 ان شاء الله مع سوانزي. امبارح باريس سان جيرمان بيكسب برضه ليون خارج ملعب، بيكسب سوري نانت خارج ملعبه 1-0. ماتش كان مهم بالنسبه لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ويمكن كان في حاله طرد امبارح في اول ربع ساعة أو نص ساعة في الماتش. دي يمكن لقطات من مقر إقامة النادي الأهلي في سوسة. ده رمضان صبحي ده يا جماعة ولا مين؟ رمضان صبحي، وبالتوفيق لرمضان. يمكن النهاردة مش هيبتدي من بداية المباراة، يعني بقى ورقة رابحة بالنسبة لكابتن فتحي. مبروك، بينزل بيقلب الموازين بشكل كبير. لا هو ولا تريزيجي هيكونوا يمكن الاثنين خارج التشكيلة الأساسية. ده مصعد عوض الحارس الاحتياطي النهارده، شريف اكرامي طبعا هو الحارس الاساسي. وزي ما قلت لكم قلنا لكم التشكيل اللي هيبتدي بيه النهارده مؤمن زكريا، واحد من اللعيبه المهمه دلوقتي في النادي الاهلي، ومن اللعيبه اللي مفاتيح اللعب المهمه بالنسبه لكابتن فتحي مبروك، اللي بيعتمد عليه بشكل كبير جدا جدا في غياب عبد الله السعيد. مؤمن زكريا هو حاليا يعني اللي بيفك الشفرات، وهو اللي بيجيب الاهداف، وهو المتحرك بكوره ومن غير كوره، لعيب مهم جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لكابتن فتحي مبروك. دي لقطات حصريه لينا طبعا في الملاعب اليوم والتلفزيون الحياه لتحركات ومقر اقامه النادي الاهلي في تونس في سوسه، وبدايه او ساعات للقاء النهارده ان شاء الله باذن الله في العاشره مساء الاهلي والنجم الساحلي. لعيبتنا الاهلي بتتجه للتمرين، ده يمكن دي لقطات من امبارح قبل التمرين. ان شاء الله يكون معانا زي ما احنا شايفين زميلنا مهيب من هناك كمان، يعني على طول هيبقى معانا ان شاء الله يقول لنا ايه اخر الاخبار واخر الساعات. ممكن يكون معانا في نهايه الحلقه لان الماتش الساعه 10، وبالتالي لسه بدري قوي، اكيد اللعيبه دلوقتي نايمه، مفيش بقى في اي احداث حاليا، في حاله من الهدوء اكيد في النادي الاهلي. اللي انا بشوف ان شاء الله هي ماتش كويس النهارده، عايزين نتمنى ونشوف نهائي افريقي عربي مصري باذن الله، يكون الزمالك والاهلي هما فيصل هما الطرفين النهائي باذن الله. ممكن تحصل لو الاثنين طلعوا اول المجموعه، الاثنين يلعبوا بعض ان شاء الله في النهائي، ويكون مباراه واحده يعني. اتمنى ان هم ما يلعبوش بعض في قبل النهائي ويقابلوا بعض في النهائي، حتى يكون اللقب مصري خالص. وده يمكن هيبقى اخر ماتش لتريزيجيه اللي قدامنا كام من شويه، هينتقل بعد هذه المباراه مباشره الى اندرلخت، و يعني اتمنى التوفيق باذن الله وبدايه جديده في حياة تريزيجيه مع الاحتراف ونادي مهم نادي أندرلخت البلجيكي. احترف فيه كابتن طارق السعيد ثم الكابتن أحمد حسن، وتألق بشكل كبير. كابتن أحمد حسن كان معنا امبارح وشفنا لقطات ليه وهو بيلعب وبيجيب جوان وبيتألق، وشفناه وهو بيكرم مع نادي أندرلخت. دي لقطات من النادي الأهلي ومقر إقامة النادي الأهلي في تونس. ايفونا النهارده مش هيكون موجود في الفريق ولا في الاساسي ولا في الاحتياطي، لسه شويه مش جاهز خالص. كابتن فتحي مبروك خده معاه بس يكون موجود يعني في الاجواء ويخش اجواء النادي الاهلي ويحس بفريق النادي الاهلي، ولكن مش هيكون متواجد النهارده في التشكيل الاساسي ولا الاحتياطي. انطوي هو اللي هيكون موجود، متعب هو اللي هيبتدي اللقاء، احمد عبد الظاهر المعارض للانتقال للاعاره او للبيع ان كان لامبي او لوادي دجله هيكون موجود برضو اعتقد في دكه البدلاء النهارده. برضو معلش يعني خلينا نتكلم على اوروبا نسيت معلش، ولكن النهارده كان السوبر الايطالي ولا جديده تحت الشمس. دايما اليوفي هو الاحسن، دايما اليوفي هو الاجهز، دايما اليوفي هو اللي بيحاول يحصد الالقاب. يمكن هدفين من الوافدين الجديدين مانزوكيتش راس حربه اللي هيحط جون بدماغه رائع، والهدف الثاني من ديبالا. خلي بالكم الاسم ده ديبالا ده واحد هيبقى من احسن اللعيبه على مستوى ايطاليا وممكن على مستوى العالم، لعيب ارجنتيني صغير في السن جاي من باليرمو الايطالي ينتقل الى يوفي. لعيب افتكروا الاسم ديبالا ده اللي هيجيب الجون الثاني، ده اللي طبعا الهدف الاول لمانزوكيتش، هو بدايه موفقه لاول مباراه يلعبها يجيب مانزوكيتش هدف نموذج لراس حربه. ادي الهدف الثاني وديبالا بشماله في سقف الجون، في سقف جون ماركيتي، وبوجبا بيلبس الرقم 10 رقم تيفيز بيغير رقم، وادي ديبالا. افتكروا الاسم ده، اللي متابع الدوري الايطالي عارف ديبالا وعارف تألقه مع باليرمو، ولكن ممكن في ناس كتير ما تعرفش او مش متابعه الدوري الايطالي. ديبالا لعيب صغير في السن اشول
هيكون ليه صولات وجولات. افتكروني كده وانا بقول لكم في اخر الموسم هتشوفوا اسم ديبالا ده هيبقى عامل ازاي. لعيب كويس جدا جدا جدا. يوفي بيفتح الموسم بانتصار مهم جدا كما كان الحال في نهائي كاس اليوفي بيتألق، برضه في السوبر اليوفي بيتألق، وحتى الان لا جديد بالنسبه للكره الايطاليه. دايما اليوفي احسن، دايما اليوفي اجهز، عمل صفقات مهمه. يعني تيفيز مش موجود، جابوا مانزوكيتش وجابوا ديبالا، مش حاسين باي فرق. بيرلو مش موجود السنه دي مع اليوفي، ولكن بوجبا رقم 10 موجود. زي ما قلت لكم ده كان النهارده كانوا بيلعبوا في بكين، السوبر الايطالي كان في بكين، ويمكن السنه اللي فاتت السوبر كان اتاخر قوي اتلعب في الدوحه، لكن السنه دي اتعمل في بكين زي ما كان من 3 مواسم كان برضه اتلعب في بكين. يعني ممكن السوبر، يمكن سمعنا ان السوبر المصري ان شاء الله برضه ممكن يكون في دبي على ما صرح به المهندس محمود الشامي لما كان عندنا، يكون في الامارات، الله اعلم دبي ولا ابو ظبي، يعني انه ممكن يتلعب السوبر خارج الملعب وتبقى حاجات يعني ترويجيه وتسويقيه بالنسبه للاتحادات والكوره بشكل عام، الكوره المصريه. نروح لعناوين اخبارنا ياسر. طيب خلينا نشوف عناوين اخبارنا فيها ايه النهارده. الاهلي في مواجهه صعبه امام النجم الساحلي. الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لليوبارد. سموحه يخسر امام مازيمبي بهدف. كابتن احمد بلال ومحمد فاروق هيكونوا معانا ان شاء الله النهارده. النادي الاهلي بشكل كبير، معنا 2 من لاعيبه النادي الاهلي القدامى ومن ابرز اللاعبين ومهاجمين من الطراز الاول والفريق بالنسبه للنادي الاهلي، ان كان احمد بلال او محمد فاروق هيكونوا معانا ان شاء الله بعد الانترو على طول، هيخشوا معانا ونتكلم عن المباراه المهمه والمرتقبه بالنسبه للنادي الاهلي، ونتكلم عن النواحي التكتيكيه والنواحي الفنيه والاخبار اللي تتعلق بالنادي الاهلي و كل ما يهم هذه المباراه ان شاء الله باذن الله يكونوا معانا من خلال الحديث مع الكباتن بلال وفاروق. خلينا اقول لكم بس شويه اخبار الاول قبل ما نخش مع الكباتن. متعب واكرامي وحافظان زملائهما قبل مواجهه النجم الساحلي، طبعا الاثنين هما كباتن الفرقه وموضوع المشاكل اللي قبل الماتش عايزين يعني يبعدوا اللعيبه عنها كلها ويخشوا على النواحي الفنيه، وهم قادرين على كده ان شاء الله. وطلب متعب واكرامي زملائهما ضروره الالتزام بتعليمات الكابتن فتحي وعدم الانشغال باي شيء اخر وعدم الاستجابه لاي استفزازات. يعني المواضيع بتاعت الاستفزازات بتاعت زمان هديت قوي ما بيننا وبين شمال افريقيا، الفرق ما بين الماتشات زمان او الفرق بين ماتشات زمان مع شمال افريقيا ودلوقتي بصراحه الدنيا بقت اهدى بشكل كبير. ما بقاش فيه الاستفزازات زي زمان، ما بقاش فيه يعني كانت تبقى ماتشات صعبه جدا جدا، ولكن كعبنا بقى عالي قوي على الفرق التونسيه حاليا وفرق شمال افريقيا بشكل عام. يعني اخر 5-6 سنين الاهلي فارق بشكل كبير على فرق شمال افريقيا وفرق التونسيه بالذات. يعني عمرو جمال هياخد حقنتين للتخلص من الام الركبه. خضع عمرو جمال مهاجم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي لجلسه علاج في تونس قبل مواجهه فريقه النجم الساحلي على الملعب الاولمبي بسوسه في الجوله الرابعه من منافسات دوري المجموعات بطوله الكونفدراليه. وتلقى عمرو جمال حقنتين جديدتين خلال الساعات الاخيره تخليصه من الام الركبه التي تطرده خلال الفتره الاخيره. اشتكى عمرو جمال من استمرار الام الركبه على اثر قام الطبيب خالد محمود بحقنه قبل موقعة النجم الساحلي الليلة لتخليصه. طبعا عمرو مش هيبتدي النهاردة اللقاء، متعب هو اللي هيبتدي ان شاء الله اللقاء المرتقب مع النجم الساحلي. يعني ده فتحي قدام اهو. الامن التونسي بيسمح لجماهير الاهلي بحضور مباراة النجم. امبارح حتى واحنا في التمرين معانا هنا سمعنا صوت جماهير النادي الاهلي، كانت واضح انها موجوده في ملعب التدريب. برضو النهارده هيكونوا موجودين ان شاء الله باذن الله. ده اللي بيسمح بيه الامن التونسي لجمهور النادي الاهلي ومؤازره فريقه امام النجم الساحلي الليله ودخول مدررات ملعب سوسه بجوازات السفر من بوابه رقم 7. استعد الاهلي، يعني النهارده الناس اللي هتخش بالباسبور كمان، مش بس يعني مفيش تذاكر اكيد هيشتروها، لكن بالباسبور عشان يبقى معروف مين اللي داخل ومين اللي خارج. طبعا في 9000 واحد هيكونوا موجودين النهارده في ملعب المباراه، ده اللي سمح به الامن التونسي. 9000 متفرج هيكونوا موجودين في ملعب المباراه، اكيد هيبقى متقفل الملعب. 9000 طبعا ده عدد قليل، لكن برضو يعني تونس ابتدت تدخل جماهير، اي نعم بحدود، ولكن في جماهير موجوده حاليا او يعني في الموسم ده او الموسم الماضي كمان كانت متواجده في الدوري التونسي. زي ما قلت لكم يحتل المريد الاحمر صداره المجموعه برصيد 7 نقاط وياتي خلفه النجم برصيد
أربع نقاط، رصيد ست نقاط سوري، من أربع من ثلاث ماتشات. إيفونا خارج قائمة الأهلي لمواجهة النجم، قرار جزل زي ما قلت لكم كابتن فتحي حسني بعد مهاجم إيفونا، وأخده راجل عشان يبقى موجود يعني ويشوف الدنيا فيها إيه والأجواء، واللعب مع النادي الأهلي والمعسكرات مع النادي الأهلي تختلف أكيد، يخش أجواء التدريب والفرقة ويفهم الدنيا ماشية إزاي في النادي الأهلي. النادي الأهلي 24 لاعبا في قائمة الأهلي للموسم الجديد، ده يمكن لقطات من امبارح، وده أعتقد صلاة العشاء بالليل واللي يقرأ قرآن، صلاة الجمعة ماشي أوكي الشكل دي مظلمة ماشي، دي صلاة الجمعة امبارح أوكي. الأهلي إن شاء الله دايما يعني دايما الأهلي بنشوفه في أو الزمالك، كل فرقة بتبقى قد تحرص على أداء صلاة الجمعة في اوتيل او لو مفيش جامع ما اعرفش ليه، مع ان السوسه اكيد فيها جوامع، ما لكن هم اثار او يعني شايفوا ان هم يكملوا 40 واحد وبالتالي يقعدوا في الاوتيل احسن بالنسبه لهم. يعني استقرار الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالاهلي على قائمه الفريق الاولى للموسم الجديد، ضم القائمه 24 اسم، هم شريف اكرامي، احمد عبد المنعم، مصعد عوض، دول ثلاثي حراس المرمى، محمد نجيب وسعد سمير وشريف عبد الفضيل وشريف حازم وحسين السيد وصابر رحيل واحمد فتحي وباسم علي وحسام عاشور وحسام غالي وصالح جمعه وعبد الله السعيد وليد سليمان مؤمن زكريا احمد الشيخ وجده وعمرو جمال وجون انطوي وايفونا وعماد متعب ومحمد حمدي زكي، وتم استبعاد كل من محمود حسن تريزيجيه بعد احتراف في نادي اندلخت، وكذلك احمد عبد الظاهر الذي اقترب من العوده لنادي امبي، وسوف يتم حسم موقفه عقب العوده من تونس، وترك جهاز الفني مكان واحد في القائمه لانتقالات يناير. يمكن عبد الظاهر معاهم هو وحسام وتريزيجيه، ولكن الاثنين مش هيكونوا متواجدين الفتره اللي جايه، واحد للاحتراف والتاني لاستغناء النادي الاهلي نظرا لحصوله على اثنين لعيبه مهمين هم انطوي وايفونا، وايفونا بالذات اللي مدفوع فيه فلوس كتيره جدا اعتقد هيكون يعني لازم يكون ليه الاولويه اكيد بشكل كبير، وانطوي برضو اللعيب اللي تالق مع النادي الاسماعيلي بشكل كبير جدا جدا، واللي هيكون النهارده على دكه البدلاء ممكن كابتن فتحي يستخدم. بص منظر حلو جدا جدا، ملعب يعني مقر اقامه اللاعبين، سوسة بلد جميلة جدا، وتونس بشكل عام بلد جميلة ورائعة والسياحة فيها ممتعة والبحر جميل، ويمكن من أحسن المزارات السياحية يعني سوسة وتونس بشكل كبير، بلد تعيش على السياحة بتستغل الشواطئ بتاعتها بشكل رائع يعني. طيب إيفونا يطلب حصول على 400 ألف دولار مقدم عقده، النادي الأهلي صرف له 300 ألف دولار هو عايز 400، ويمكن الأهلي هيوافق على 100 ألف دولار الزيادة، ده مقدم عقد إيفونا إن شاء الله أول ما يرجعوا بإذن الله هيكون 400 ألف دولار مقدم تعاقده هيكونوا موجودين. طبعا كلف النادي الأهلي كتير إيفونا، وناس مستنية منه كتير كتير على الأرقام اللي هو واخدها، عنده فيروس بي يعني مش يقال انه مش معدي، هيتعالج وموجود دلوقتي مع الفريق، ومش الموضوع مش صعب بالنسبه للاعيب الكوره يعني. طيب خلينا نروح لزميلنا مهيب عبد الهادي من سوسه مع الاستاذ محمد محمود قنصل مصر في تونس، خلينا نشوف مهيب ونسلم عليه ونقول له السلام عليكم يا مهيب ومعاك الميكروفون، اتفضل حاجة. شكرا لك كابتن حازم، وشكرا لكل مشاهدي الملاعب اليوم وتلفزيون الحياة. بالفعل من سوسة من داخل مقر إقامة النادي الأهلي، طبعا بنتواصل معكم ومباراة الأهلي والنجم الساحلي وما قبل المباراة، يمكن بتفصلنا حوالي ساعتين عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي. الاستعدادات هنا يعني جامدة جدا، لعيبة الأهلي كانوا فطروا وتغدوا، دلوقتي يمكن بعد شوية يكون في محاضرة، لكن خلينا نقول كابتن حازم بالفعل تشكيل فريق النادي الأهلي كما انفردنا مبارح مع حضرتك في الكورة مع الحياة، بيبدأ بشريف إكرامي قدامه سعد سمير محمد نجيب وأيضا شريف حازم صبر رحيل أحمد فتحي صالح جمعة وقدامه حسام عاشور ومؤمن زكريا وليد سليمان وعماد متعب، دي التشكيلة اللي هيبدأ بيها النادي الأهلي إن شاء الله مباراته أمام النجم الساحلي. معنا الأستاذ محمد محمود القنصل المصري هنا في تونس عشان يقول لنا آخر الترتيبات وآخر التحضيرات لهذه المباراة الهامة، وبرحب بيك وانت دايما ضيف دائم معانا ومنورنا دايما. بتنورنا دايما يا كابتن، وتحياتي لكابتن حازم.
يعني قول لنا اخر التحضيرات الاخيره قبل مباراه الاهلي والنجم الساحلي. يعني طبعا انت قلت النهارده الاستعدادات النادي عامله ازاي، انا هتكلم بدءا من امبارح من الاجتماع الفني اللي حضرناه مع الكابتن علاء عبد الصادق، طبعا المراقب المباراه من النيجر والطاقم الحكام من المغرب، والحكم المغربي كان حكم ماتش الاهلي والترجي في 2012 لما الاهلي خد الكاس، يا رب يكون وشه حلو علينا كمان المره دي، والمنسق العام المباراه من الجزائر. امبارح الاجتماع الفني كان ودي للغايه، طبعا نتيجه للعلاقات اللي بين مجلس اداره النادي الاهلي والنجم الساحلي من السنه اللي فاتت من الماتش البطوله اللي فاتت، والمراقب المباراه يعني اتكلم طبعا على الجماهير وطريقه تامينهم، وكان في ممثل عن اقليم سوسه حضر واتكلم عن تامين الجماهير خارج الملعب وداخل الملعب، والسفاره طلبت ان احنا ندخل جمهور النادي الاهلي بجوازات السفر المصريه فقط لا غير دون تذاكر، لان في جمهور جاي من مصر وجمهور جاي من العاصمه وجمهور جاي من صفاقس، فالحمد لله هم نادي النجم الساحلي. يعني اللي معاه جواز يدخل المباراه. جواز مصري اتفضل خش. نائب رئيس النادي الدكتور جلال كريفه وافق على طلب السفاره والكابتن علاء، وخصصوا طبعا المدرج للنادي الاهلي وهيدخلوا بجواز السفر المصري على طول علشان ما يبقاش في مشاكل في موضوع التذاكر او في اي جمهور مثلا منافس يدخل فيحصل مشاكل، لان احنا عارفين طبعا الجمهور التونسي متشوق جدا لوجود النادي الاهلي وبيراهنوا دايما على بعض مين اللي هيكسب ومين اللي يعني هيوقف مسيره الاهلي يعني. يعني لكن الدنيا ماشيه تمام، ما فيش اي مشاكل بالنسبه للشماريخ والحاجات اللي هي المعتاده قبل كل مباراه؟ احنا نقلنا الكلام دوت للجمهور، يعني في حصل في بينا تواصل بين الجمهور اللي وصل امبارح من مصر، هم موجودين في العاصمه هيتحركوا باوتوبيسات لان موعد اقامه المباراه الساعة 9 يعني يخلص 11 بتوقيت تونس، هيبقى صعب ان هم يرجعوا بالقطر، فهم جايبين 3 اوتوبيسات مأجرينهم وهيوصلوا بيهم على الملعب على طول، وبصراحة يعني احنا نقلنا لهم الكلام اللي قاله مراقب المباراة والموضوع يرجع لهم هم، وهم معودينا طبعا يعني ان هم في اوقات ان شاء الله يعني بيفرحوا بالاهلي، واحنا عارفين هم طريقتهم في الفرحة، احنا طلبنا بس عدم الافراط عامة سواء قبل المباراة أو أثناء المباراة علشان ما يحصلش مشاكل وما يحصلش عقوبات لا قدر الله، وأتمنى أن هم يعني يتعاملوا مع تعليمات الأمن التونسي بمنتهى الجدية، وإحنا موجودين معهم يعني إحنا بنكون موجودين معهم في المدرج، أي طلب هيطلبوه إحنا عنينا ليهم يعني. سفير مصر هيحضر المباراة؟ طبعا استاذ السفير أيمن مشرفة هيكون موجود إن شاء الله في المباراة يعني زي كل مرة يعني. بالتوفيق يا فندم ودايما كده عند حسن الظن. شكرا. كابتن حازم، معي أيضا الأستاذة رشا الدياسطي المنسقة الإعلامية للسفارة ودايما متواجدة معانا هنا من سوسة، بنرحب بيكي ونشكرك على مجهودك، دايما بتبقي في استقبالنا ودايما تبقي متواجدة معانا. شكرا يا أستاذ مهيب، ولا شكرا على الواجب ده، يعني واجبنا وصميم عملنا. سفير أيمن مشرفة كان من أول يوم قبل ما تيجي البعثة كان بيأكد علينا كل اعضاء السفاره المتواجدين مع النادي في المطار والاستعدادات بقى والاتصالات الاجراءات الامنيه يعني عشان ما يبقاش فيه ثغره ان احنا اي حاجه، المشجعين برضو عدد لا باس به المره دي فوق 150 جايين، فعايزين ان احنا نبقى ضامنين الحمد لله كل واحد يعني عارفين هو جاي مين رايح فين بحيث ما حدش يخرج عن منظومه التامين اللي احنا عاملينها، والحمد لله لغايه دلوقتي الامور ماشيه تمام. بيختلف اللعب من تونس لصفاقس للنجم الساحلي، كل بلد ليها تامين او شكل معين او تحضير معين؟ اكيد طبعا، لان تونس العاصمه بيبقى الامور اسهل شويه لان قيادات الامن المركزيه موجوده وبعدين جنب مقر السفاره وتبقى البعثه الكامله موجوده، لكن طبعا في لما تبقى في سوسه تبقى صفاقس كده بنضطر ان احنا نخرج بره العاصمه وان احنا يبقى لنا اتصالات بالادارات الامنيه والفنادق والشركات السياحه بحيث ان احنا في اي لا قدر الله اي حاجه ان نقدر نتدارك على طول الموقف، والحمد لله يعني ما فيش حاجه بتحصل، كل بالعكس الناس كلها متشوقه للقاء، يعني الجمهور التونسي بيحب الكوره والجمهور التونسي جميل الاثنين والله، الجمهور المصري والجمهور الاردني بيحب البطوء بالكوره والحمد لله، وان شاء الله تبقى مباراه كويسه الحمد لله ونبارك يعني يا رب، ودايما كده ونتقابل ونهني بعض بعد المباراه. متشكرين جدا، ميرسي ومبروك لنا كلنا. شكرا استاذ، شكرا جدا.
كابتن حازم، يمكن دي يمكن لحظات ما قبل مباراه الاهلي والنجم الساحلي. متواصل معاك من فندق اقامه النادي الاهلي زي ما احنا شايفين. يمكن خرجنا في الجانب الاخر من فندق اقامه النادي الاهلي، اجواء جميله هنا في سوسه. انت عارف سوسه يعني زي شرم كده، مصيف جميل طبعا للتوانسه واعتقد ايضا لكل البلاد العربيه. وليك اي استفسار كابتن حازم على هذه المباراه والتحضيرات الاخيره؟ يمكن احنا دلوقتي الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت تونس، يبقى في محاضرة وتجمع للاعبين الساعة 6:30 بتوقيت تونس، يعني 7:30 بتوقيت القاهرة. وان شاء الله يتحرك النادي الاهلي متجها الى ملعب الاولمبي بسوسة الساعة 7 بالظبط، يعني الساعة 8 بتوقيت القاهرة. مهيب يعني بشكرك على طبعا مجهوداتك من امبارح للنهاردة، ولكن خلينا اسالك على النجم شويه. احنا كمان الاهلي بقالنا كتير، النجم الساحلي شايف ماتش الاهلي ازاي؟ بيطلع انه يكسب النجم في احسن حالاته ولا ليه ولا لا؟ الصحافه والاعلام التونسي شايف المباراه ازاي؟ شايف ماتش صعب بالنسبه للنجم الساحلي؟ مين افضل اللاعبين الموجودين اللي عامل حسابهم الكابتن فتحي مبروك بالنسبه للنجم الساحلي؟ يعني شفناهم في مصر هنا ما ظهروش بشكل كبير، يعني هل الامور تختلف في تونس عندك؟ بالفعل كابتن حازم، يمكن النجم الساحلي بيعتبر الان من يعني من اقوى الفرق التونسيه. لو قلنا الترجي، الصفاقس، الافريقي، النجم الساحلي، النجم الساحلي من اقوى الفرق هنا في تونس واقصى الفريق الافريقي التونسي في كاس تونس، وبيعيش معنويات عاليه كبيره جدا جدا، وهم دايما كانوا بياكدوا احقيتهم بالدوري التونسي. لكن خليني اقول لك كابتن حازم، بالفعل سيعود للنجم الساحلي مجموعه من اللاعبين المتميزين، ابرزهم البغدادي، يمكن اللاعب الخطير جدا جدا في الفريق التونسي. الصحافه التونسيه مهتمه كثيره جدا. النجم الساحلي هنا بيمثل بالظبط نفس يمكن الكابتن طارق سليمان، تحيه للكابتن طارق سليمان طبعا مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. النجم الساحلي زي الاسماعيلي بالظبط يا كابتن حازم، يعني حتى هم بيشجعوا الاسماعيلي، يعني نجم الساحلي هنا وكل الجماهير اللي احنا قابلناها بيشجعوا النجم الساحلي، بيشجعوا الاسماعيلي، ونفس القصه يعني. فاعتقد ان هي مباراه هتبقى قويه جدا، مباراه صعبه جدا. نتمنى ان شاء الله يعني الفوز او التعادل عشان الاهلي يحافظ على صداره مجموعته، لكن مباراه مش سهله خالص كابتن حازم. النجم الساحلي قوي جدا جدا جدا، وبيعيش اعلى معدلات يعني في الفتره الاخيره، معنويات عاليه جدا جدا. فاعتقد ان هي مباراه مش سهله، مباراه صعبه، محتاجه خبره النادي الاهلي، محتاجه ايضا يعني دعوات كل جماهير النادي الاهلي بتتفرج علينا وكل جماهير الكره المصريه للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه. بشكرك مهيب، شكرا جزيلا. وواضح الاجواء عندك جميله جدا جدا، واضح الفيو وراك يعني ممتع بشكل كبير، عايش انت مهيب، انا شايفك هناك ومبسوط بالقعده هناك واضح. هي ناقصاك بس يا كابتن والله، يعني الجو ده عايزك يا الله، يعني حاجه جميله جدا، بتتالق في الجو ده وبتعمل احسن لقاءات والله. حياه حلوه عندك ما شاء الله، دايما تونس جميله وتونس خضراء دايما. في الرطوبه بتبقى الدنيا ان شاء الله. خلينا هيبقى معاك دايما متواصلين معاك مهيب، واي لقاءات طبعا الاكسكلوسيفيتي معاك والحصريه معاك، تبقى دايما معاك في كل وقت ان شاء الله. هنبقى معاك متواصلين معاك طوال الساعتين اللي احنا فيهم، اي حاجه موجوده اكيد هنبقى معاك على طول على الخط، ودايما تجيب لنا كل ما هو جديد بالنسبه لتونس وسوسه. ويمكن دي اخر اخبار النادي الاهلي زي ما قلت لكم، اي حاجه هتشوفوها مناظر ما شاء الله، يعني تونس الخضر وتفضل خضر على طول، بلد جميلة ومن أحلى البلاد العربية والأوروبية ولا حتى على مستوى العالم، يعني من أحسن المزارات السياحية الموجودة. أدي مهيب وزميل زين جايب لنا الصور من تونس، بالتوفيق دايما للفرق المصرية اللي بتشارك في بطولات أفريقيا. ده يمكن آخر أخبار النادي الأهلي من ملعب من مقر إقامة النادي الأهلي. زي ما أنتوا عارفين وقلنا لكم امبارح إن دايما أي حاجة عن النادي الأهلي، لقطات، حصريات، هتلاقوها عندنا من خلال زميلنا مهيب عبد الهادي وتألق الفريق الإعداد من هناك من سوسة. خلينا نروح للجانب الآخر من القارة الأفريقية، وواضح طبعا الكونغو ونادي الزمالك، ودي لقطات برضو ننفرد بيها في الملاعب اليوم. يعني انا عايز اشكر كل الاعداد عندنا
اللي موجودين في كل حتة. الحمد لله بنحاول نجيب لكم من الشرق ومن الغرب، من شمال أفريقيا ومن وسط أفريقيا أو شرق أفريقيا، يمكن الكونغو تحت جدا في وسط أفريقيا أعتقد، نجيب زميلنا محمد جابر بنشكره شكرا جزيلا. وهذه لقطات برضو من مقر إقامة بعثة منتخب نادي الزمالك المتجهة إلى ليبارتز الكونغولي، اللي هيطلع على حفلتين أو على مرتين. الأول مهندس ثاني زاد رئيس البعثة مع كابتن إسماعيل يوسف، وبعدين الفرقة بعد كده هتحصلهم. ده مقر الإقامة. طبعا شايفين يعني بالنسبة لأفريقيا مكان كويس، بالنسبة للشكل في أفريقيا والأوتيلات معقول. يعني طبعا آدي تونس الخضرة والمنظر والجو والحلاوة والمنظر والفيو الحلو والمية والبحر والحاجات الحلوة جدا. والناحية التانية الكونغو، ويمكن بيلعب دلوقتي كان الصبح سموحة، وهيلعب بكرة إن شاء الله نادي الزمالك. صورتين من ملعب أو من مقر إقامة أقباي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. احنا دايما بنحاول في الملاعب اليوم وتلفزيون الحياة نجيب لكم كل حاجة تشوفوها معانا، وتشوفوا كل الأخبار، وتشوفوا كل ما قبل المباراة ما قبل التدريبات. جبنا تدريب النادي الأهلي امبارح، وادي تدريب نادي الزمالك امبارح. كل اللعيبة هي المتواجدة، وفي لعيبة جديدة في النادي الزمالك ممكن نلاقيها موجودة بكرة في المباراة إن شاء الله. كهربا ممكن على فكرة يكون بكرة موجود في بداية التشكيل، يعني ممكن يكون هو الأقرب من الجداد اللي يكون موجود. مستر فريا مقتنع بمحمود كهربا بشكل كبير، وممكن يكون بكرة بداية لي في يعني بداية بقى مشوار مع نادي الزمالك إن شاء الله. هذه نادي الزمالك، وهذه آخر استعدادات لمباراة ليبارتز الكونغولي. واضح ان الملعب مش عارف اذا كان نجيل صناعي ولا نجيل طبيعي، بس يعني شكله مش وحش بجميع الحالات. الكوره بتمشي عليه لانه اخضر، متهيألي الخضار ده كله يبقى نجيل صناعي، متهيألي مش نجيل طبيعي. وده يمكن دلوقتي في افريقيا، وسبحان الله ان افريقيا اللي هي المفروض يعني اللي فيها كل الخضره دي كلها ملاعب كلها تقريبا بقت نجيل صناعي نظرا للتكلفه والصيانه. ودي كانت طبعا الشغل ده في بلاد افريقيا هي الصيانه، دايما الصيانه عندهم ما بتبقاش كويسه، الملاعب بتبقى وحشه جدا. واضح ان الملاعب كلها نجيل صناعي. ادي الفرقتين الزمالك والاهلي، صور مباشره من تونس حالا واحنا قاعدين دلوقتي بنتكلم معاكم. كابتن علي عبد الصادق بيشرب القهوه بتاعته، بيهدي نفسه قبل المباراه، لكن اكيد في حاله هدوء بالنسبه للاهلي في افريقيا والكونفدراليه. حالته ويعني جوه الجدول وتصدره المجموعه اكيد مديله حاله من الهدوء النفسي، وان هو بيلعب بهدوء كبير جدا. كسب كل ماتشاته، تعادل ماتش وحيد كان خارج ملعبه، وبالتالي كل الاساليب وكل يعني ان شاء الله الظروف تكون مساعده للنادي الاهلي النهارده باذن الله. ان شاء الله هنشوف الماتش كلنا اكيد بالليل الساعه 10. اتمنى التوفيق باذن الله للنادي الاهلي. الاهلي بكره ان شاء الله هيعود للقاهره باذن الله، ويحصل الفريق على راحه يوم الاثنين، ويبدا الفريق السعادي للفريق لماتش الكاس مع الجونه يوم 16، هيبقى يوم الاحد الجاي بإذن الله إن شاء الله. آدي كأس الاتحاد الأفريقي الجولة الرابعة، النجم الساحلي تونس هيلاعب الأهلي، والملعب المالي هيلاعب الترجي. الترجي لازم يكسب بقى حتى لو خارج ملعبه، صفر من النقاط. أول ما أشوف الترجي في هذه الحالة السيئة جدا جدا، صفر من النقاط في الثلاث مباريات. طبعا شفناه في ماتش الأهلي هنا في مصر كان حالته عامل إزاي، الأهلي يعني عمل ماتش عليه قوي جدا جدا. ده يمكن حال المجموعة الأولى. والناحية الثانية الزمالك هو المتصدر، وراه على طول أورلاندو بايرتس الجنوب افريقيا. دي المجموعه الثانيه. اورلاندو هيلعب النهارده مع الصفاقسي. اورلاندو يعني لو تعادل والزمالك تعادل هيبقى خلاص بنسبه 100% الزمالك موجود. طبعا الزمالك هيكون موجود ان شاء الله، لكن طبعا كل ما لو الزمالك كسب بكره خلاص هيبقى اول مجموعه بشكل كبير. جاي له بعد كده اورلاندو عنده في ملعبه، وجاي له نادي ليبارتز في ملعبه، مش هيبقى عنده غير الصفاقسي خارج ملعبه. بس الزمالك تتوجه الى دولاسيا على دفعتين زي ما قلت من شويه. المجموعه الاولى كابتن المهندس هاني زاده هيكون موجود برفقه اسماعيل يوسف مدير الكوره، والدفعه الثانيه هتبقى اللعيبه ان شاء الله. اتفضل كابتن المهندس هاني زاده وكابتن اسماعيل يوسف وحماد انور. توجه دولاسيا قبل البعثه لترتيب الاوراق وترتيب الاوض، ويبقى كل حاجه جاهزه. ودي يمكن من الحاجات المهمه جدا في افريقيا بالذات، انك تروح ما تبقاش يعني كنا زمان بنروح كلنا مع بعض في نفس الوقت، تقعد مع عدوك في الريسبشن بتاع 7-8 ساعات.
لكن الحاجات دي ابتدت الحمد لله دلوقتي الانديه المصريه تعي الموضوع للموضوع ده بشكل كبير جدا وتحاول تريح لعبتها بشكل كبير. خلينا معلش نطلع بره الزمالك والاهلي شويه. وكنا من يومين اتكلمنا على مشكله الجونه والداخليه واللعيب المنتقل او كان اللعيب اللي كان في الانتاج وراح الداخليه والجونه عملت عليه تظل يعني عملت عليه ان اللعب اتقيد في ناديين وفي نفس فتره القيد وما ينفعش. وكان معانا المهندس محمود الشامي وقال ان هي كانت تبع منطقه الشرقيه ومنطقه الشرقيه لما استعلموا عنده في منطقه الشرقيه طلعت استعلام ان هو ما عندوش مش مقيد في اي شيء. خلينا ناخد رئيس منطقه الشرقيه الدكتور ياسر عبد العظيم معانا على التليفون لان كان ليه رد على يعني الموضوع ده لان طبعا الناس كلها توجهت للوم على منطقه الشرقيه ان هي ازاي تطلع بيان بعدم او استعلام بعدم وجود اللاعب وهو كان مقيد في الانتاج الحربي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا كابتن حازم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام، متشكر جدا. ازيك؟ طيب طبعا الكلام كان ان اللاعب مقيد او يعني استعلم عنه في منطقه الشرقيه وان منطقه الشرقيه طلعت استعلام ان اللاعب غير مقيد في اي نادي وبالتالي الداخلية أيدته ويعني وقالت احنا عملنا كل الحاجات الرسمية والغلط هيبقى على منطقة الشرقية. ده الناس فاهمة كده أو شايفة كده، انت حضرتك شايف الموضوع ازاي يا فندم؟ لا كابتن حازم، اولا تحياتي ليك وانا بشكرك طبعا ان انت مهتم بالموضوع ده ومهتم بتوضيح موقف منطقة الشرقية لكرة القدم. انا طبعا عايز اشكر اتحاد الكورة واشكر الحاج محمود الشامي، وانا سمعت لقاء مع حضرتك ويعني الراجل هو ما قالش حاجه يعني تدين منطقه الشرقيه ولا حاجه، بس انا لاحظت كده ان في يعني بتحمل منطقه الشرقيه بما ليس فيها. يعني اولا موقف اللاعب سمير فكري احمد، الولد ده مواليد 95 1/5/95 واحنا علاقتنا بهذا اللاعب بتتلخص في اللي انا اقول لحضرتك ده بالظبط. اولا اللاعب ده اتقيد في منطقه الشرقيه باستماره قيد لمركز شباب ام رماد موسم 2012 2013. احنا في موسم كام يا كابتن حازم؟ 14 15. تمام. الولد ده اتأيد في موسم 2012 2013 لفريق 21 سنه بتاريخ 6/10/2012 استمارة قيد لمركز شباب ام رماد. تمام. طب 6/10/2012 احنا ما كناش مجلس اداره المنطقه، احنا بقينا مجلس اداره المنطقه وتقلبنا شؤون الفرع اعتبارا من 26/6/2013، يعني بعد قيد اللاعب بحوالي سنه. ايوه بعد تمام. قيد اللاعب بحوالي سنه. ايوه بس هو يعني عشان حضرتك مجلس جديد ما بتبقوش عارفين الحاجات القديمه، يعني اي مجلس جديد بيجي ما بيبقاش ملم بالاوضاع اللي قبليه قبل كده. لا لا ده انا بس بحضرتك بس موقف اللاعب وموقف المجلس يعني. لا طبعا تمام. احنا عندنا قاعده بيانات فيها كل حاجه. تمام. طيب يعني حبيت اوضح بس ان المجلس ما كانش هو المسؤول في الفتره دي. تمام. في قائمة 2013-2014 لمركز شباب أم رماد لا القائمة الأولى ولا الإضافية موجود فيها اسم اللاعب أصلا. يعني إذا خلت قائمة مركز شباب أم رماد في موسم 2013-2014 من اسم سمير فكري أحمد، ما بقاش موجود لا القائمة الأولى. ما بقاش تبع منطقة الشرقية يعني قائمة ما بقاش تبع ال هو انتهت علاقته بينا من موسم 2012-2013 قيد وبانتهاء الموسم لم يقيد في القائمة الأولى أو الإضافية لمركز شباب أم رماد في موسم 2013-2014 ولا 2014-2015. تمام. طيب احنا فوجئنا ان نادي الداخلية بعت لنا بتاريخ 5/1/2015 يعني في يناير اللي فات بعت لنا استمارة قيد للاعب سمير فكري احمد عايز يعيده في الداخليه فبيستعلم عنه مننا باستماره ده على اساس ان اللعيب قال له انا اخر حاجه اتقيدت فيها على اساس كان اللعيب قال لهم انا اخر نادي او اخر مركز شباب لعبت ليه كان مركز شباب ام رماد في الشرقيه موسم 2012 2013. تمام. ما قالش بقى الانتاج الحربي خالص، هو ما جابش سيت الانتاج الحربي، ما جابش سيت الانتاج الحربي خالص. فقلنا قلنا يا اخوانا ادونا استعلام على الولد ده على الاستماره دي بعد اذنكم. فاحنا ربنا عليهم قلنا لهم ان اللاعب كان مقيد عندنا فعلا في مركز شباب ام رماد في موسم 2012 2013، وفي 2013 2014 خلت القائمه الاولى الاضافيه لام رماد من اسمه، وفي 2014 2015 خلت القائمه الاولى لام رماد من اسمه. ده الاستعلام اللي احنا بعتناه من واقع قاعده البيانات اللي عندنا. وانتوا عندكم قاعده بيانات على الكمبيوتر مش ورقيه؟ طبعا انا عندي قاعده بيانات على الكمبيوتر مسجل فيها جميع لاعبي الشرقيه في كل المراحل وجميع الحكام وجميع الاداريين والمدربين والاجهزه الفنيه. بس احنا لسه احنا في مصر لسه ما في ده يا كابتن حازم، احنا في مصر لسه ما فيش
يعني شبكه متصله كله كل المناطق ببعض، يعني انت لو حضرتك حطيت الاسم ما تعرفش في كل المناطق، لازم كل منطقه لوحدها لغايه دلوقتي. هو الاتحاد بيحاول دلوقتي يعمل ربط الكتروني بكل المناطق وربط الكتروني بين الانديه وراك شباب والمناطق، يعني هي خطوه يعني محموده بيعملها الاتحاد، وانا بايد ده لان احنا كنا سباقين في ده اصلا. فعايز اقول لحضرتك كان المفروض فريق الداخليه مع احترامي ليهم يعني واخدين لعيب مبطل سنتين ويلعب اخر ثلاث ويلعب بعد ما يروح نادي الداخليه بشهر يلعب ثلاث او شهرين يلعب ثلاث ماتشات في الدوري، ما سالوش نفسهم كان بيلعب فين؟ ما سالوش نفسهم جاي جاهز ازاي يعني؟ كان بيتمرن فين؟ يعني لعيب مبطل سنتين. هو برضه ما هو برضه اللعيب مش مشهور ولا حاجه، قال لهم انا اخر حاجه لعبتها، مش هيقعدوا بقى يسالوا في انديه مصر، هو يعني المفروض ثقه. اذا اللعيب يتحمل مسؤوليه كذبه. اكيد اكيد، ما هتوقف ست شهور. وانا حبيت اوضح، اولا المدير التنفيذي الاستاذ فادي ابو زيد اللي عندي في المنطقه، ده راجل اولا عنده 65 سنه وكان امين صندوق سابق لمنطقه الشرقيه في مجالس اخرى سابقه، وما كانش هو المدير التنفيذي اصلا وقت الاستلام عن اللاعب. الراجل بتاع شؤون اللاعبين اللي اداهم الاستلام عن اللي هو سجل اللاعب اصلا في موسم 2012 2013 كان موظف في نادي الشرقيه في نفس التوقيت، وانا بعد ما جيت رئيس منطقه بشهر مشيت. تمام، هي وصلت يا فندم الصوره، وصلت يعني حضرتك وضحت صوره منطقه الشرقيه وان هي ملهاش يعني ذنب في هذا الموضوع، انتوا استعلمتوا عن الولد وهو كان ما عندوش اي اوراق تؤدي او تبين ان هو يعني موجود او متايد في اي نادي تبع منطقه الشرقيه. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. لازم يبقى في شبكه تلم كل المناطق على بعض، ان يتحط اسم واحد يبان على طول على اي منطقه في مصر الراجل ده اتلعب او اتايد فين، لان طبعا لو اللعيب ممكن بقاش على فكره الموضوع ده ممكن يعدي بشكل كبير، لو حد اللعيب ما خدش باله او كانش حد في الانتاج الحربي خد باله ان هو بيلعب حاليا في الداخليه كان هيلعب عادي، لان وممكن على فكره الموضوع ده تلاقوه حصل كتير وبيحصل لغايه دلوقتي، لان كل منطقه منعزله، احنا في جزر منعزله تماما، كل واحد يعني بيعمل اللي هو عايزه ما دام ما فيش حاجه او ما حدش بيسعى. من سنتين انا بلعب في نادي، اروح بعد سنتين العب في نادي تاني مش هقول ان انا لعبت فين، وما حدش يجي ورايا لو انا مش معروف او مش مشهور يعني. لكن هو حاليا بيقال اتحاد الكوره بيحاول ان هو يعمل كمبيوترايز لكل الموضوع ده، ده الطبيعي. خليني اطلع لفاصل ونرجع نستقبل كباتن مصر والنادي الاهلي محمد فاروق وحسام بلال، هيكونوا معانا بعد الفاصل وكلام عن مباراه النهارده مباراه النجم والنادي الاهلي، خليكم معانا.
رجعنا لكم تاني ومعايا ومعاكم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر. يمكن الاثنين ادوا النادي الاهلي كتير، مهاجمين من طراز فريد، الاثنين كانوا ما شاء الله من هدافين مهمين لمصر والنادي الاهلي. ناخد بقى الاكبر سنا كابتن حامد فاروق. هنكبرك معلش، عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ احنا كلنا في سن واحد. لا انا اكبر واحد يعني، انا الكبير. خلاص ابيض. عامل ايه يا روح؟ وحشتك. كله كويس الحمد لله. شرف ليا طبعا حضرتك تدعيني، ومعايا طبعا بلال اخ، ويعني كان لعيب ما شاء الله عليه وش رجل نجم ما شاء الله. زميل طبعا احمد بلال من احسن المهاجمين، واحد لعب معاهم، هداف كبير، وواحد من المحللين الكبار دلوقتي حاليا في الدوري المصري. مساء الخير يا ابو حميد. مساء الخير يا كابتن. عامل ايه؟ منورنا ومشرفنا. الله يخليك، انت وحشني جدا والله بجد يعني. ربنا يخليك. يمكن اثنين جامدين جدا. فاروق طبعا. اثنين جامدين جدا في الهجوم، واثنين جامدين قناصين يعني. فاروق ما شاء الله من اللعيبه اللي كانت بتلعب بدماغها بشكل قوي جدا جدا، وكان يعني صولاته وجولاته. وبلال طبعا لعب كتير مع منتخبنا المصري الاول ومع النادي الاهلي، وكان ليه برضه صولاته وجولاته. اكيد الاهلي دايما رصاصات حربه بتوعه لازم يكونوا من الطراز الثقيل والطراز الكبير ومن اللعيبه المهمه جدا. عشان كده النهارده هنتكلم معاهم عن الاهلي والاهلي والنجم الساحلي، وماتش مهم بالنسبه للنادي الاهلي. هل مهم بسبب الاحداث اللي حواليه، ولا مهم لان هو ماتش مهم مع النجم الساحلي؟ الاهلي في قمه المجموعه يعني، اعتقد ان شاء الله قاب قوسين او ادنى من التاهل، لكن كاول او تاني ده اللي هنتكلم معاهم عليه. ونتكلم عن ما قبل المباراه، يمكن ماتش الاهلي كان له ظروف قبل المباراه مش عايزين نتداخل قوي فيها. طيب معلش، قبل ما نتكلم عن الاهلي خلينا ناخد مهندس هاني زاده رئيس بعثه نادي الزمالك في الكونغو. المهندس هاني زاده، مساء الخير يا فندم. باشمهندس مساء الخير. كونغو، الو مهندس هاني. طيب وقع مننا، هنحاول برضو نجيبه. معلش هنتكلم عشان ماتش الزمالك بكره، لكن خلينا نتكلم على الاهلي. وكنت لسه بسال سؤال الاحداث اللي قبل الاحداث. بص كابتن حازم، طبعا لازم نقول ان عدم حصول النادي الاهلي على بطوله الدوري مخلي طبعا الى حد ما في طموح اكتر ان الحصول على الكونفدراليه او حصوله على كاس مصر، ودي بطولتين خلاص النادي الاهلي هيبقى فيها تركيز عالي جدا. يمكن طبعا الاحداث اللي حصلت بالمشاكل اللي حصلت دي وضع طبيعي بتحصل، موجوده في اي نادي. كان انا كنت متابع حضرتك امبارح والاستاذ ابراهيم الكفروم امبارح اتكلم بشكل كويس. رائع جدا في الجزئيه دي، ان ده وضع طبيعي بيحصل في اي نادي، وازاي انت تتدارك الموقف ده وازاي تلم المواضيع بشكل اداره محترفه، وده حصل فعلا في اداره النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله الامور تمشي بشكل طبيعي، لان في الاول وفي الاخر هو كل اللي بيحصل ده هو مصلحه النادي الاهلي في الاول وفي الاخر، ومصلحه فريق الكوره، وده اعتقد ان هم ماشيين في النهج ده. نتمنى طبعا ان اللاعبين والجهاز الفني يركزوا في جزئيه البطولتين دول، لان مهم جدا النادي الاهلي خصوصا ان هو حامل لقب السنه اللي فاتت للبطوله دي الكونفدراليه، ومباراه زي كده النهارده محتاج ان هو على الاقل يتعادل عشان على الاقل يضمن، لان انت عارف كابتن حازم وجود الفريق اللي هو يبقى المركز الاول بيبقى اللي بيتيح ليه ان هو يلعب النهائي عنده. فبالتالي المركز ده مهم جدا النادي الاهلي ان هو يريح نفسه كتير، ان هو يلعب في القاهره ده في حد ذاته بيأهله فعلا بشكل كبير، ويبقى الفرصه بتاعته اكتر يعني. طيب معلش يا كابتن فاروق، كابتن بلال، نطلع بس لكونغو ورئيس بعثة نادي الزمالك المهندس هاني زاده معانا على التليفون. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا حازم، وبمسي عليك طبعا وعلى كابتن احمد بلال وعلى كابتن محمد فاروق، وتحياتي ليك. بنمسي عليك وبنقول لك الف مبروك يعني بطوله الدوري. انا اول مره اكلم حضرتك على الهواء، وبالتالي لازم نبارك لك على المجهود لمجلس اداره السنه دي كبطوله الدوري. ويمكن انت وشك من يعني وشك حلو دايما على النادي الزمالك، لما بتبقى موجود في المجلس يبقى في بطولات، عوده البطولات مهمه جدا، مجلس مهم يعني بقياده مستشار مرتضى منصور. نتيجه كويسه او نتيجه رائعه بطوله الدوري، وماتش مهم بكره ان شاء الله ليبارتز الكونغولي. قول لي يا فندم، انا عارف انتوا سافرتوا على بعثتين حياتك الاول مع كابتن اسماعيل، شفتوا الاجواء الدنيا ماشيه ازاي، خصوصا في حاله الولد اللي طبعا الاصابه البالغه اللي حصلت له هنا. الناس قابلتكم ازاي؟ الدنيا ماشيه ازاي في الكونغو قبل المباراه بكره ان شاء الله؟ ويمكن يا حازم اللي حصل النهارده كمان، انت عارف احنا في وسط بونت نوار يوم الجمعه اللي هو الصبح، هو كده تمرين خفيف النهارده. هو ده المهم، انك انت بتسافر البلد الثانيه اللي هنتلعب فيها المباراه، دي على بعد 150 كيلو، لكن المسافه بتتاخد حوالي اربع ساعات تقريبا.
الفكره كلها كمحصلين لسه عاملينها جميل كويس كرابط يعني، لكن كله منحنيات كله اللي هي بتاخد حوالي اربع ساعات تقريبا تقدرش تمشي اكتر من 60 كيلو متر في الساعه. وصلنا البلد، البلد عباره عن بلد صغيره جدا زي نقطه على الخريطه وسط الغابات او وسط الموجوده. يعني بس هو يوم ويعدي ان شاء الله. لسه الفرقه دلوقتي راجعه من التمرين ورام على الاستاد اللي هيتلعب عليه المباراه بكره. الاستاد قسم تقريبا يحوز له حوالي 10,000 واحد، لكن طبعا ال 10,000 على بالنسبه ان هم قريبين جدا من الملعب، وانت عارف ان ما بيعيدوش بيقولوا دايما التشجيع على طول، فلكن الناس كويسين دخلوا دلوقتي بيريحوا في الوقت الحمد لله. يعني العمليه احنا خدناها النهارده على دفعتين على فكره، سافرت انا وحماد انور الساعه 6 الصبح عشان الدفعتين والاكل والشرب وهو دي الفرقه، وكابتن اسماعيل يوسف خد بقيه البعثه وطلع بيها الساعه 9 والحمد لله وصلنا. وبكره ان شاء الله على طول بعد المباراه هنتجه للعوده لفولتن وورك ان شاء الله باذن الله. الناس هناك في الكونغو يعني كان في اصابه بالغه للاعيب اللي هنا اللي حصلت وكان يعني خالد الشناوي كان متخوف ازاي؟ الناس بتتكلم عن الموضوع ده. والله حازم بمنتهى الامانه مش اي حاجه سيئه، بالعكس الناس بتتعامل معانا كويس لغايه طبعا هيتم كل ده في الماتش بكره. احنا دلوقتي كان ساعه جاي لنا في وقت اعلامي هنتكلم معاه ونشرح المستشار مرتضى منصور امر بعلاج اللعيب على طول في الحال، والقوات المسلحه بعد كده شاكره سلمت عشان نوصل الصوره للجمهور العادي اللي هو يبقى شايف. وبكره الاولاد في التمرين والتدخين قبل الماتش هينزلوا طبعا بالتيشيرتات اللي عليه تعاملين تيشيرتات عليها اسم الولد وصورته تقريبا بالظبط عاملينها في التمرين طبعا عشان قبل ما الكاس يورينا اللوائح وكلام من ده سوري في التدخين الاولاني. وهنلف كده برضه معانا يافطه كان معموله في مصر بالصوره بتاعت حبيبتي وعلى الجمهور دي هتهدي المواضيع طبعا مش شايفين اي حاجه سلبيه. ربنا يكرم ان شاء الله وترجعوا منصورين باذن الله يا باشمهندس، وبشكرك شكرا جزيلا والف مبروك تاني وان شاء الله ترجعوا بالسلامه، وتحياتي لكل بعثه نادي الزمالك. اشكرك مهندس هاني زاده عضو مجلس اداره نادي الزمالك. نرجع طبعا دي الملعب اللي بكره ان شاء الله هيتلعب عليه بالتوفيق ليهم طبعا كابتن حازم. انا معرفش سموحه خلص الماتش 1-0 خسر 1-0 طبعا يعني طبعا كناش يعني سموحه اخر مجموعه دلوقتي يعني حاجه طبعا كناش كنا نتمنى بس طبعا في امل يعني سموحه ثلاث نقاط والمركز الثاني والثالث بخمس نقاط الهلال والمغرب وتطوان يعني يعني طبعا التماسك طبعا الفتره الجايه مهم جدا واستقرار النادي والفريق بالنسبة لان طبعا تغييرات المديرين الفنيين طبعا بتاثر حتى لو التاثير ما كانش وقتي او يمكن كابتن سموحه كان تغيير كابتن حلمي ثاني يوم كسب في البطوله معاه في البطوله الافريقيه، ولكن على المدى الطويل بتبقى فيه مشاكل صح. فاعتقد لازم لحد ما يبقى فيه تماسك الفتره الجايه عشان لو في امل يقدروا يتخطوا المرحله دي كابتن حازم. طب بلال انت لعبت شويه في سموحه يعني لازم تقول لنا برضو يعني هو بال ال ده هدف المباراه النهارده هدف رائع بصراحه بالدوري الانجليزي ده مشيت معاه قوي ها بالدوري الانجليزي ده لا يا عبد الكرخ والله ده الماتش النهارده ده كانك ما هوش بلعب نجيب صناعي تصوير محترم اخيرا جون حلو قوي بصراحه. لا هم فرقه عندهم امكانيات كويسه فرقه مازيمبي طبعا يعني وعندها لعيبه هايله وبيأدوا بشكل رائع جدا وليهم تاريخ في بطوله افريقيا يعني طبعا. لكن عايز اقول بس ان سموحه طبعا هي وافد جديد على في اللعب في البطولات الافريقيه، ودي برضو تبقى مشكله بالنسبه للفرق اللي ما بتلعبش في افريقيا، الخبرات قليله عند اللعيبه مع ان هم عندهم لعيبه متميزه، بس دايما احنا بنشبه الكلام ده بانك بتلعب زي ماتشات الديربي بالظبط الاهلي والزمالك، دايما بتحتاج اللعيب اللي عنده خبره، بتحتاج اللعيب اللي لعب الماتشات دي، اللعيب اللي عنده ثقه، اللعيب اللي يقدر يلعب بره ويلعب جوه، يعني سموحه للاسف ما عندوش اللعيبه اللي لعبت كتير في منتخب مصر، ما عندوش اللعيبه اللي لعبت في افريقيا في الاجواء الصعبه اللي موجوده في افريقيا، ما لعبوش تحت الضغط الكبير اللي كان بيلعب فيه نادي الاهلي، لعيبه نادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك، فعشان كده هي دي المشكلات يعني الحقيقيه اللي ممكن تواجه فرقه سموحه ولعيبه نادي سموحه. لكن زي ما قال فاروق برضو حتة ان انت بتغير مدرب كل 3-4 شهور مدرب بيجي واخفاق ومدرب تاني بيجي واخفاق تاني ومشاكل جوه نادي سموحة دي برضو ممكن تأثر بشكل سلبي يعني خاصة ان كل مدرب بيبقى عنده قناعات مختلفة عن اللعيبة يعني ممكن مدير فني يجي يلعب بطريقة 4-3-3 او 4-2-3-1 واحد تاني يبقى معجب
بلعيب تاني عايز ولعيب تاني قدراته القدرات الفنيه بالنسبه له مش مقتنع بيها. فدي المشاكل الداخليه اللي بتحصل. لكن طبعا فريق سموحه فريق كويس, بس في افريقيا اعتقد ان فرصته هتبقى صعبه قوي. مفيش امل يعني, لسه قدامه ماتشين, مغرب تطواني عنده مغرب تطواني بره ملعبه اعتقد, والهلال متهيألي في ملعبه متهيألي, يعني مش متذكر قوي بس انا فاكر مغرب تطواني لعب اول ماتش كان واللي كسبه كان خسران 2-0 وكسب 3-2, فاعتقد هيبقى عنده ماتشين هم مهمين. خلينا نروح الاهلي. طيب النهارده يمكن انتوا اتنين يعني من احسن مهاجمين جت للنادي الاهلي, ده طبعا لقطات من ملعب من مقر اقامه البعثه بتاعت النادي الاهلي. عايز اتكلم الاول على الصفقات الهجوميه اللي موجوده في النادي الاهلي. يعني انتوا اتنين جامدين في ما شاء الله, يعني كنتوا من احسن حصات الحرب, انطوي وايفونا صحيح جايبهم, وبعدين النهارده الاثنين مش هيلعبوا, واحد على دكه البدلاء واحد بره خالص. في متوقعين طبعا طبيعي ممكن ما يبتدوش اول ماتش, لكن متوقعين مين الاحسن مين الاقوى في او كصفقتين يعني بالنسبه للاهلي؟ كان يا بلولا اتكلمنا ماشي. بص كابتن حازم, يمكن طبعا كان في نقص شديد جدا للنادي الاهلي في الجزئيه دي او الحته دي, بعد ما عمرو جمال اتصاب ما بقاش غير مات متعب الى حد ما, اه في احمد عبد الظاهر, في سعيد سعيد وكان موجود, في بيتر ايبي, ولكن القوه الهجوميه او التاثير الايجابي جوه المرمى او داخل الصندوق ما كانش موجود بالشكل الكافي الا عن طريق عماد متعب في حاله كان عمرو جمال كان مصاب. فبالتالي كان عندك نقص شديد في الجزئيه دي, واعتقد ده كان النادي الاهلي كان بيعاني منها, انه كان بيوصل كتير وما كانش بيهدف بالشكل الكافي الا لما كان عماد بيبقى موجود بيبقى اهداف مؤثره. فبالتالي كان لازم يبقى فيه صفقتين او صفقه على الاقل تبقى موجوده بالشكل ده. يمكن طبعا جون انطوي لعب في الدوري المصري ونجح بشكل كبير مع نادي الاسماعيلي, انا شايف ان هو هيبقى مؤثر بشكل كبير اكتر نتيجه تجربته جوه الدوري المصري, عكس مالك اوفونا اعتقد ان هو لعب في الدوري المغربي واعتقد بيبقى دوري مختلف لحد ما في طريقه اللعب في شكل اللعب, ولكن طبعا المبلغ الكبير يدل ان هو لعيب كويس. يبقى احنا ننتظر, يعني اتوقع ان نجم انطوي هيظهر اسرع من مالك, ولكن طبعا المبلغ اللي دفعه وشكل اللعيب والكلام الكتير احنا برضو ما احنا مش شفناهوش بشكل كبير, حتى لو شفناه في الدوري المغربي هيبقى مختلف تماما في طريقه لعب الدوري المصري. الدوري المصري يختلف كل شيء كابتن فاروق. طبعا كابتن عندنا احنا نوعيه خاصه في اللعب بالظبط. لا انا بس عايز يعني اول حاجه تانية, يعني مش دايما اللعيب اللي سعره غالي بالنسبه, انا بتكلم عن مصر طب مش دايما اللعيب اللي سعره غالي هو ده اللعيب الاحسن. فاكر ايام الاهلي كان في جورج ارثر كان هو جامد جدا جدا في غانا, وجي فيليكس هو اللي كان ما كانش حد عارفه في غانا, فيليكس هو اللي تالق. لا انا كمان بالنسبه للفكر هنا في مصر مش دايما اللعيب اللي بندفع فيه فلوس كتير هو ده اللعيب الاحسن او الافضل بالنسبه يعني, او اللي هو ممكن يبقى يكون اللي يلعب بشكل اساسي يعني. يعني هنا في مصر الخناقات كلها على لعيبه كتيره جدا, الخناقات بتوصل ان اللعيب بياخد رقم اعلى بكتير جدا من رقم الحقيقي. يعني هنا بنشوف النادي الاهلي عايز فلان من اللعيبه, نادي الزمالك خلاص عايز فلان من اللعيبه, بنشوف ان اللعيب سعره ارتفع بشكل رهيب بشكل مبالغ فيه. فمش دايما كل لعيب يبقى سعره عالي هو ده اللعيب الافضل. يعني ممكن انا اتفق مع فرون ممكن يكون جون انطوي افضل من مالك فون ممكن, يعني عنده تجربه في الدوري المصري, كان هداف الدوري العام, سجل 12 هدف قبل ما يغادر الدوري المصري, عنده امكانيات احنا شفناها او لمسناها في الدوري المصري. ممكن مالك فون ما يكونش عنده نفس الامكانيات او ما يكونش عنده الحظوظ ان هو يلعب في وقت, لكن محتاج وقت شويه عشان ياخد على طبعا محتاج وقت كتير, لكن هيلعب لان الارقام بتقول انه لازم يلعب. فمعنى كمان في حاجه ثانيه مختلفه, انك انت النادي الاهلي النهارده ابتدى يشتري لعيبه كتير قوي في المكان ده. يعني هو كان عنده نقص بس ابتدى يشتري لعيبه كتير قوي, فده اللعيبه الكتير دي ممكن تكون سلبيه مش ايجابيه. يعني احنا دايما بنقول العكس, دايما يقول لك ان اللعيبه كتير احسن على حسب طريقه اللعب كابتن حازم برضه. بص يعني هو نقطه ان النادي الاهلي بيلعب بفرد واحد واثنين تحتيه او ثلاثه تحتيه, والثلاثه دي بيبقى ليهم خصائص, انا اسف بلال انا قطعت, خصائص معينه, والخصائص دي مش موجوده في الاثنين اللي اشتريتهم, يعني سواء بقى المالك او انطوي وعماد متعب موجود وزاد عمرو جمال. فانت زي ما بيتكلم بلال ممكن تعمل لك مشكله بشكل كبير, لان الثلاثي اللي تحت مختلف تماما, اللي هو عبد الله السعيد بقى, رمضان صبحي, تريزيجيه بعد ما مشي دلوقتي, في مؤمن زكريا وليد, في وليد سليمان. فضل لا بس انا عايز اقول لك حاجه ثانيه, ان دايما حتى في اوروبا والفرق الكبيره دايما في لعيب رقم واحد ولعيب رقم اثنين, يعني بيبقى في تصنيف للعيبه في الملعب او اللعيبه اللي بيشتريها النادي معروف مين راس حربه, يعني مين هيجي يعملها. النهارده يعني لما ريال مدريد ابتدى يشتري اللعيب لما جاب جارث بيل, خلاص بعد ما ريال ما ينفعش يبقى عنده اثنين رقم واحد في نفس المكان, دي صعب, دي مش متبقاش موجوده غير عندنا احنا في الدوري المصري. ممكن يبقى عندنا اثنين رقم واحد او ثلاثه رقم واحد. يعني احنا النهارده النادي الاهلي عنده جون انطوي, عنده مالك ايفونا, عنده
عنده عمرو جمال، دول ثلاث لعيبه مصنفين وعنده عماد متعب طبعا، يعني اربع لعيبه عنده مصنفين رقم واحد. طب مين هيلعب في اللعيبه دي؟ يعني هل بس دايما يعني دايما يقول لك المدرب لما يبقى عنده الاربع او خمس لعيبه دي حيره، بس حيره كويس، حيره في صالح الفرقه، وده يمكن اللي خلى مثلا الزمالك ياخد دوري السنه دي، عنده بدلاء كتير لما وقع مثلا شويه خالد ما كانش في فورمه، طلع بس مرسي مش عارف باك ليفت مش موجود، لعب يعني ادوات لا كتير. بس نادي الزمالك لما اشترى كان اشترى تصنيف، يعني اشترى ما اشترى اشترى خالد قمر، كان خالد قمر كان من افضل اللعيبه في الدوري، كان بس مرسي الاقل شويه، لكن لما خد بس مرسي الفرصه وابتدى يلعب في نادي الزمالك ابتدى الكيرف بتاعه ابتدى المستوى يعلى، دي الفكره. انما ما بيشتريش اثنين نفس الكواليتي يعني. حتى كمان يعني جون انطونيو مالكي بونا نفس طريقه اللعب نفس الكواليتي، يعني شايف دول مختلفين سلبا عن النادي الاهلي مش ايجابي. انا شايف ان الاثنين موجودين بنفس الامكانيات اعتقد ان هو وعلى حسب برضه كابتن حازم الاداره الفنيه نفسها ازاي انت تسيطر على المجموعه دي او مجموعه اللاعبين اللي بيتكلم عليهم اللي هو رقم واحد، ازاي تسيطر عليهم وازاي تدي كل واحد حقه من غير ما يعمل لك مشاكل، لان خلي بالك انت بتتكلم في واحد مثلا لعيب صغير زي عمرو جمال، تخيل لو مالك ايفونا ما وفقش مثلا في البدايه وضع عمرو جمال مثلا وقعد على الدكه مثلا، لو هو قاعد مثلا احنا بنتكلم مستقبلا يعني هيبقى عامل ازاي، يعني انت شفنا عمرو جمال في وقت ما لقيت عشان ما لعبش يعني في حاله من الزعل، فبالتالي لما هيبقى عدد المهاجمين زي ما بلال بيتكلم كده بقى كتير اعتقد ان الفرص بتقل لبعض اللاعبين اللي هم رقم واحد او اللي هم بيشاركوا بشكل اساسي باستمرار. زائد كمان طبعا انت عندك لعيبه برده كده طلعت بره الصوره، سواء احمد عبد الظاهر موجود مجموعه من سامر خاص يقال ان هو هيبقى يعني هيعار او هيمشي، يعني هو ده هو ده يعتبر ده انسب حل في الفتره اللي جايه. طب ده ياخدني لحاجه بلال وفاروق، اللي هو يعني انا لما اجي مثلا كاداره فنيه بشتري لعيبه صحيح ببقى عارف انا هلعب ازاي عشان اجيب اللعيبه اللي هتلعب عندي. انا دلوقتي بجيب فعلا زي ما انت قلت اثنين مهاجمين جامدين جدا، وبجيب في نفس المكان تحت رصاص حربه عندي مؤمن لسه جايبه وجايب احمد الشيخ صحيح. يعني انا بملى برده الحته دي. طب ده معناه ان الاهلي عايز يلعب ازاي؟ اي فرقه مثلا تبقى عارفه هي هتلعب ازاي من اول موسم؟ عدم وجود استقرار على كتف فتحي مبروك ده هو ممكن يكون عامل الموضوع ده شويه، ولا انت شايفه ازاي؟ يعني لان اي مدير فني بيبقى عايز حد معين في حته معينه، هلعب السنه دي كذا، فنبقى عايز لو سمحت يا جماعه تركزوا في المكان ده. لكن تلاقي الاهلي بيقوي تحت رصيد حربه وبيقوي رصيد حربه بشكل قوي جدا كده، ده انت شايفه ازاي؟ لا بص انا هقول لك على حاجه، يمكن كان في اختلاف كبير السنه دي على كابتن فتحي مبروك انه مكمل او مش مكمل، يعني الاختلاف ده يعني حسم بعد مباراه الزمالك ومكسبه النادي الزمالك طبعا يعني في كام دلوقتي بيقال ان ممكن لا رئيس النادي طلع بعد باشمهندس محمود طاهر طلع من حوالي 5 6 ايام اعلن ان الكابتن فتحي مبروك مكمل لمده موسم مع النادي الاهلي. ده كلام ده كان كلام عن لسان باشمهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي، هو طلع وحسم الكلام ده. لكن اللي احنا نعرفه عن كابتن فتحي مبروك ان هو بيلعب بثلاثه 4-3 دي الطريقه اللي كابتن فتحي مبروك ودي الطريقه اللي هيلعب بيها النهارده مباراه النجم الساحلي، هيلعب بثلاثه في الثلاثه سيرد باكات واربعه في نص ملعب وثلاثه قدام 2-1 مهاجم صريح. هي الفكره ان كل الاداره ما بتشتري المفروض تدور على النواقص اللي موجوده في الفريق، يعني اللجنه الفنيه او لجنه الكوره اللي موجوده في النادي الاهلي طبعا بتدور، يعني لانهم ناس فيهم ناس فنيين على مستوى عالي، فيهم ناس بتفكر كويس، فيهم ناس المفروض ان هي بتخطط لكره القدم في النادي الاهلي، فبتدور على النواقص اللي موجوده في النادي. انا شايف ان المجموعه اللي جابها النادي الاهلي او تعاقد مع النادي الاهلي كلها مجموعه مستوى عالي، كلها مجموعه يعني فنيا كويسه. ده التشكيل لكن اللي هيلعب النهارده ان شاء الله لكن في نقص، يعني في كان النادي الاهلي عنده مشاكل كبيره في خطوط الدفاع. النادي الاهلي عنده مشاكل في خط النص لعيب الديفندر، ودي كان ودي وده كان المفروض النادي الاهلي يركز على صالح جمعه وفتحي. دلوقتي فتحي ممكن يخش جوه الملعب، يخش جوه طبعا في وقت ما طبعا لا بس هو فتحي يعني اصلا باك رايت، هو راجل بيلعب ناحيه اليمين، بس انا كنت انت على فكره فتحي من نوعيه ان انت تحتاجه جوه في قلب الملعب بيبقى موجود. فتحي زمان في الاسماعيلي لعب بيبتدى بنص الملعب ويلعب سيرد باك كمان، يلعب سيرد باك طبعا ويدي اي حاجه فتحي ما شاء الله عليه يعني في الجزئيه دي. بص لكن انا بس انا شايف ان الاهلي عايز وانا بشتري اللعيب اللي هيلعب في المكان ده، ما بشتريش اللعيب البديل اللي ممكن يلعب في المكان ده. يعني انا دايما بدور على اللعيب اللي انا محتاجه في الحته دي. يعني بدور على يعني النهارده النادي الاهلي عنده ثلاثة سرد باك او ثلاثة بيلعبوا في قلب الدفاع، الثلاثة النهارده بيلعبوا مفيش واحد احتياطي موجود تاني خالص. شريف عبد الفضيل شريف بره يعني شريف بره بس مش موجود يعني. لكن لما يلعب بثلاثة من المنصورة بلال سرد باك غير هم طلعوه اعاره خلاص مش موجود على قائمة النادي الاهلي السنة دي، مش موجود في افريقيا يعني مش موجود في افريقيا ومش هيلعب. فانت النهارده عندك مشاكل في الحته دي. يعني انت شايف الاهلي كان الاحسن انه بدل ما يجيب قدام كتير قوي كان جاب في الديفنس وجاب في نص الملعب، دي وجهه نظر
لا انا شايف اختلفت. ان لا اصل لا اصل لو هنبص قدام هو قدام يعني انت ما جبتش غير اتنين لعيبه خلي بالك كابتن لازم اصابات النادي الاهلي السنه اللي فاتت وبطولاته كتير بطولات كتير اصابات خلت ان انت تتعلم من الموقف نفسه او الوقت اللي انت عديت بيه بشكل مشكله ان انت مش لاقي حد فكنت لازم تعمل تدعيم بشكل كبير صح. وانت جبت اتنين لعيبه مثلا في الجزئيه اللي قدام احمد الشيخ بيلعب في جزئيه اللي هو مؤمن زكريا وفي نفس الوقت عرت تريزيجي فانت بالتالي فضيت مكان لاحمد الشيخ فما بقاش في مشكله في الجزئيه دي او ما فيش زياده في الجزئيه دي لكن الجزئيه بتاعه ايفونا وجون انطوي موجود عماد متعب وعمرو جمال في نفس الوقت انت لو هيحصل اعاره لاحمد عبد الظاهر فانت حليت الموقف ولكن ازاي بقى انت ترضي الجزئيه اللي قدام دي هي دي النقطه نفس الوقت مدير فني ان يقدر يتعامل في الحته دي انه عندك اربعه جامدين بالظبط ازاي تتعامل معاه الاداره الفنيه والاداره برضو الاداره العاديه يعني الاداره المانجمنت نفسه من فوق ازاي انت تديرها مع المدير الفني بشكل سليم تقدر ان انت تلم المواضيع يعني لو انا بشوف ان مثلا لو حصل مشاكل ان في واحد بيجدد عقده بشكل معين لازم تراضيه بشكل محترم عشان ما يخشش مرحله ان في لعيب خلي بالك في لعيب جاي بمبلغ عالي جدا ده هيبقى ليه اولويه اكيد تفهمني فبالتالي لازم اللعيب الصغير في اي حته في العالم كده على فكره اللعيب اللي بفلوس كتيره بياخد فرصه والثانيه والثالثه بس ده ما بيخلي اللعيبه الثانيه تتضايق تموت وتقعد على البحر بس انا عايز اسال بس فاروق حاجه كابتن فتحي بيلعب بفرد واحد واشتروا 30 لعيب تحت الفرقه وهم عندهم يعني كمان لعيبه كتير قوي يعني عنده وليد سليمان عنده عبد الله السعيد عنده مؤمن زكريا عنده رمضان صبحي وجابوا الشيخ طب هو هيلعب باتنين فراوده ولا وهيعمل والمشاكل هتتصدر تحت اللعيبه اللي بتيجي من تحت ولا هيلعب بفرقه انا برضو ما يعني ما عرفتش وجهه نظر كابتن فتحي طب معلش خلينا نطلع لتونس نشوف تونس واجواء في تونس اعتقد دي محاضره المباراه متهيألي خلينا نروح لزميلنا مهيب عبد الهادي واحد او ايه اخر الاخبار من ملعب او من مقر اقامه بعثه النادي الاهلي اتفضل يا مهيب طيب الصوت واضح ان في مشكله في الصوت مع زميلنا مهيب عبد الهادي هنرجع لك تاني يا مهيب اول ما الصوت يتظبط مش راضي انت على كلام كابتن فاروق خالص لا مش لا هو وجهه نظر كابتن فاروق لا يعني لا بس شكل يعني في مشاكل ولا حاجه لا انا مش ان انت ما ينفعش تسيب جزئيه قدام بتزود فيها العدد وفي نفس الوقت عندك نص ملعب والجزئيه برضو دفاع خلي بالك انت عندك مشكله في قلب الدفاع كانت واضحه جدا في النادي الاهلي اللي هي سواء محمد نجيب او سعد سمير ان برضو لما بيتصابوا بتحصل مشكله مفيش حد بالظبط مفيش بديل هي دي بقى ازاي انت كنت تحلها وازاي ان انت مثلا بمبلغ كبير كنت ممكن تقدر تقلله وتشتري بعض اللاعبين اللي انت محتاجهم في الجزئيه دي وفي نفس الوقت في نص ملعب انا فاهم بلال عايز يتكلم في الجزئيه انا بقول ان الكره مش كلها فاكهه يعني مش كلها فراوده لازم يكون فيها مش كلها فاكهه يعني بس دي حاجه كويسه خلي بالك انك تبقى عندك النزعه الهجوميه ودي موجوده في النادي الاهلي طبيعي الاهلي بيجيب اجوان لو هو المود لازم يكسب ولازم يهاجم طب خلينا معلش نرجع تاني صوت رجع مع زميلنا مهيب عبد الهادي من مقر اقامه النادي الاهلي اتفضل يا مهيب معاك شكرا لك كابتن حازم وشكرا لضيوفك الكرام الكبار كابتن احمد بلال كابتن محمد فاروق بالفعل من داخل فندق اقامه النادي الاهلي على الهواء مباشره يمكن لحظات شفنا اللعيبه يمكن طلعت في المحاضره الاخيره ما قبل المباراه والتحرك ان شاء الله هيكون خلال دي نص ساعه نقيبنا الرياضي الكبير استاذ عبد المنعم القسطى وبرحب بيك من خلال كابتن حازم امام وضيوف الكرام واعتقد ان يعني مباراه الاهلي والنجم الساحلي وانت دايما متواجد مع النادي الاهلي في كل سفرياته خاصه في تونس الحمد لله ان شاء الله ربنا يسهل خلال نص ساعه نتحرك من فندق اقامه البعثه اللي توجه للاستاد الاولمبي بمدينه سوسه وان شاء الله ربنا يسهل اكيد من المؤكد ان مباراه الاهلي والنجم الساحلي ممكن من النجمين الكبار اللي مع حضرتك في الاستوديو كابتن احمد بلاوي وكابتن محمد هارون ايوه لعبوا كثير من هذه المباريات معظمها انتهت بالتعادل في سوسه 1-1 او 0-0 حوالي اربع مباريات او خمس مباريات انتهت كلها بالتعادل بدون اهداف نامل ان النادي الاهلي يكسر التعادل ويكسب يا رب او على الاقل تقدير التعادل يعني عشان يحتفظ بالصداره هو فوزه النهارده يحسم مجموعته كمتاهل رسمي
رسم النهارده. مش قلقانين من تاهل النادي الاهلي، لكن خليني اقول لك رؤيتك للمباراه والتشكيل النهارده، واحنا يمكن توقعنا التشكيل من خلال الكابتن حازم ومن خلال كره مع الحياه امس وايضا النهارده في الملاعب اليوم. هي مؤشرات حتى الان، التشكيل الرسمي لم يعلن، لكن هي مؤشرات. خلال نص ساعه الكابتن فتحي مبروك هيعمل محاضره المباراه، هيعلن التشكيل النهائي. من المؤكد، انا مش عارف انت قلت التشكيل مين، لكن انا ممكن شريف اكرامي وسعد سمير ومحمد نجيب وشريف حازم وصبر رحيل واحمد فتحي صالح وصبر رحيل في النص صالح جمعه وحسام عاشور وقدامهم وليد ومؤمن وعماد متعب. مظبوط، ده المرشح بنسبه 100%. اعتقد ان كل الصفقات الجديده باستثناء احمد فتحي وصالح جمعه لديهم فرصه. ممكن جون انتوي غالبا ايفونا هيكون خارج التشكيل. شريف عبد الفضيل هيتواجد تقريبا في ال 18 دي بالنسبه للقائمه الجديده او الخمسه الجداد. زي ما انت تابعت ومتابع معانا من يومين، في حماس وفي جديه وفيها اصرار وحرص على تجاوز المرحله الصعبه اللي بيعيشها النادي الاهلي في هذه المرحله تحديدا بعد ما حدث في القاهره قبل وصول البعثه الى تونس، موضوع الكابتن حسام غالي وحسام عاشور وحسام غالي والكابتن عبدالله السعيد والكابتن وائل جمعه. واعتقد ان بدايه حل هذه الازمه على الاقل اعلاميا ونفسيا هو ان النادي الاهلي يعود بنتيجه ولو تعادل. بشكرك يا استاذ منعم، رؤيه يمكن يعني بنحترم راي حضرتك فيها، وان شاء الله بالتوفيق النهارده. يعني لو قلنا جمهور النادي الاهلي دايما بيعزره حاج احمد، انت ما بتجيش غير تونس ولا ايه؟ لا انا بروح اي حته. الاول بسلم على ما رحتش مالي ليه؟ الاول الكابتن الخلوق بتيجي تونس والمغرب. استنى بس، خلينا كسلم على الكابتن الخلوق المحترم كابتن حازم امام. طبعا بقول له تحيه خاصه من الاهلاويه، لان انت عارف احنا بنحبك قد ايه يا كابتن حازم. بس اتفضل بقى يا استاذ. مباراه ايه؟ شايفين ايه؟ لا كل مره؟ لا طبعا المباراه المره دي هتكون اصعب شويه. وهم عشان عندهم كمان الماتش الاولاني كان فيه سته غايبين، السته دول رجعوا النهارده. سلام، تحليل فني. لا انت مهيب مالكش حل. المهم، فانا بحس ان انت اهلاوي مهيب. المهم، فطبعا دول هيبقى ليهم حسابات تانية خالص، مع غياب من عندنا عنصرين رئيسيين في وسط الملعب، وهم تقريبا قوام الفرقه. ان شاء الله الناس الموجوده تعوضهم ونكون رجاله في الملعب. هو اللي هيمتلك نص الملعب النهارده ان شاء الله هيكون للمباراه، وان شاء الله نقضي اداء رجولي ويكون المكسب لمصر وللاهلي ان شاء الله. اشكرك حاج احمد، حاج عادل دايما متواجد مع النادي. الله دايما يا حبيبي. طبعا انا بشكرك في الاول والبدايه، وبشكر طبعا قناه الحياه وكل القائمين عليها، وان شاء الله بتوفيق ربنا ان شاء الله النهارده الاهلي هيغلب ان شاء الله. وانا حاسس جمهور جمهور عزيز ان شاء الله، جمهور متواجد كويس جدا، وفي عدد كبير جدا يحضر ان شاء الله. وان شاء الله في تركيز، وربنا يوفق ان شاء الله وبتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق يا حاج. يعني جماهير النادي الاهلي دايما بتؤازره في كل مكان ومتواجده معاه. لقطات زي ما احنا شايفين على هواء مباشره كابتن حازم، يمكن الجهاز الفني للنادي الاهلي كابتن علي ماهر كابتن طارق سليمان. يعني اعتقد ان النهارده ان شاء الله يكلل مجهودات النادي الاهلي على مدار الثلاث ايام بنتيجه ايجابيه. هم دلوقتي يمكن بالفعل خدوا يمكن وجبه خفيفه كده اللعيبه، ومتجهين الى المحاضره، محاضره ما قبل المباراه. وان شاء الله يكون التحرك يعني بعد حوالي 25 دقيقه من الان. متواصلين معاك كابتن حازم على هواء مباشره من فندق اقامه النادي الاهلي، وايضا بعض اللقاءات هنجريها مع الساده الصحفيين المتواجدين هنا المرافقين لبعثه النادي الاهلي. شكرا ليك كابتن حازم. شكرا يا هوبا مهيب عبد الهادي، بشكرك شكرا جزيلا، ودايما متالق من تونس. طبعا اكيد هيبقى لنا لقاءات ما بعد المباراه ان شاء الله. نحن بكره باذن الله يكون اكيد لنا لقاءات خاصه للملاعب اليوم. نرجع تاني لضيوفنا في الاستوديو، يمكن كلام مهم جدا للكابتن احمد بلال وكابتن محمد فاروق عن النادي الاهلي وصفقات وصفقات الهجوميه بالذات، ويمكن اختلاف وجهات النظر في الكره. والكره تحتمل كل وجهات النظر، ودي اهم حاجه في كره القدم. التشكيل اللي بيلعب بيه كابتن النهارده ثلاثه، بتكلم على الدفاع، والدفاع عنده مشكله مع كابتن فتحي او مع النادي الاهلي، موضوع ثلاثه ورا ده قال لي المشاكل الدفاعيه شويه، ولا ده معناه ان في مشكله عنده فمكثف؟ ان دي برضو اختيار جديده شويه على كابتن فتحي، ما بيلعبش بيها كتير، ما لعبش غير ماتش الزمالك، واعتقد الملعب المالي بره ملعبه بس. هم دول ماتشين. هو يمكن بعد مستر جيدو ما مشي كابتن فتحي فضل على نفس الطريقه اللي هي 4-2-3-1، واعتقد دي كانت ماشيه بشكل كبير. ولكن كابتن فتحي فاجئ المحللين وفاجئ كل الناس كانت بتتفرج على مباراه الزمالك، ولعب بالطريقه اللي احنا شايفينها النهارده، مسك الماتش ولعب ماتش حلو قوي قوي، كان هايل. ليه يا كابتن؟ لان هو
مسك نص ملعب بكم عدد كبير جدا من اللعيبه. واعتقد لما تيجي تبص على المباراه كان النادي الاهلي بيضغط بشكل كبير على نادي الزمالك، وللاسف الناحيه الثانيه برضو ما كانوش بيضغطوا على النادي الاهلي. فده التفوق اللي جه للنادي الاهلي من خلال المفاجاه دي، ان هو مسك نص الملعب وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه ما كانش فيه اي او كان مستسلم تماما للجزئيه دي. واعتقد ان هو يعني اقتنع بالطريقه دي كابتن حازم كابتن فتحي بشكل كبير، وشاف ان هو بيقدر يضغط نص الملعب ويسيطر على نص الملعب، ودي اهم حاجه في كره القدم انك تسيطر على نص الملعب بالعدد الكبير اللي موجود ده. وفي نفس الوقت في الحاله الدفاعيه لو انت عندك مشاكل دفاعيه الاثنين سواء صبر رحيل واحمد فتحي بيرجعوا بيبقى خمسه زي طبعا سواء حسام عاشور وصالح جمعه النهارده لما بيرجعوا بتبقى انت في حاله سبع لاعبين في حاله دفاعيه، فبيبقى عدد كافي من المدافعين يقدر يسيطر على الموقف في الحالات الحاله اللي بيبقى موجود فيها في حاله الدفاع. وبالتالي اعتقد ان هو اقتنع بفكره اللعبه دي او الطريقه دي، فبالتالي النهارده لو لعب بيها شايف ان ممكن تحقق هدف كويس جوه بره ملعبه. لو خطف جون في البدايه عن طريق الكم الهجومي برضو اللي هو برضو خلي بالك بيبقى في الطريقه دي بتعمل توازن كابتن حازم في حته الهجوم والدفاع، لما بيجي بيهاجم برضو سواء بقى صبر رحيل او احمد فتحي ومؤمن زكريا ووريد سليمان ومعاهم عماد متعب برضو في نفس الوقت بتبقى تقدر التوازن الموجود ده يخليك برضو عندك الحاله الهجوميه قويه، زائد طبعا الحاله الدفاعيه اللي موجوده بيستخدمها بشكل كبير في الخمسه اللي بموجودين دايما بيرجعوا. طيب معلش ناخد تليفونك يا فاروق وكابتن احمد. معانا سفيرنا طبعا في مصر، سفير مصر في تونس، سفيرنا ايمن مشرفه من تونس. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ تحياتنا، تحيات الاستوديو. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك واهلا بيك واهلا بالمشاهدين. معلش احنا طبعا نياتي بالفوز ان شاء الله وحظ سعيد للنادي الاهلي. حضرتك في سوسة دلوقتي متواجد قبل الماتش ان شاء الله؟ انا قربت من الطريق، يعني يمكن البعثات الـ 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 كان زمالك او اهلي بيروحوا كتير تونس، ويمكن الزمالك هيجي كمان شويه صفاقسي هيروح الاهلي تاني الترجي، ماتشات كتيره في تونس. حضرتك بتشوف الماتشات دي ازاي في الوقت الراهن؟ بتشوف المباريات الافريقيه، مباراه ما بين شقيقين عربي وتونسي، مصري وتونسي، ازاي الاجواء في تونس يعني بالنسبه للجماهير والمباريات الجماهيريه بالشكل ده مع فرق كبيره زي الاهلي والزمالك؟ حضرتك شايفها ازاي يا فندم؟ الاجواء هنا طيبه للغايه الحقيقه، والاهلي مش غريب على تونس لان احنا طبعا. يعني انا بقالي 3 سنين موجود في تونس، الاهلي جه عديد من المرات ومنهم لما تمكن من الفوز على الترجي في السوبر وانا كنت حاضر في استاد رادس. بالعكس انا شايف انه يعني لا تخلو دائما منصات التتويج الرياضيه في البطولات الافريقيه والعربيه من فريق مصري او فريق تونسي. ومصر وتونس دائما لهم يعني الرياده في مجال كره القدم ومجالات اخرى. وانا برضه بشوف الرياضه والمناسبات الرياضيه دي هي فرصه لتنشيط السياحه وفرصه للتزاور ما بين الشعوب. وطبعا جمهور الاهلي جمهور عريق وجمهور تونس جمهور عريق، فانا متاكد انه دائما بتخرج المباريات في سياقها اللي هو بيؤدي الى جسر التواصل بين الشعبين. النهارده في جمهور للاهلي موجود في ملعب المباراه وهيخشوا بالباسبورات تقريبا او بجوازات السفر. احنا حتى قلنا الدخول بجواز السفر. فيعني اما طبعا مش هو مش جمهور كبير، كذلك الجاليه المصريه في تونس الحقيقه مش جاليه كثيفه العدد. لكن في ناس جايه من صفاقس وفي ناس جايه من تونس العاصمه. لكن حضرتك عندك عندك الارقام كم واحد داخل الملعب وعارف حضرتك اللي هيروح قد ايه؟ يعني عامل لهم حضرتك بالبعثه المصريه اللي في الملعب النهارده؟ يعني الارقام الحقيقه ما عنديش ارقام دقيقه جدا اقدر اقولها. بالنسبه للجمهور التونسي هو العدد مش عددنا مش كبير يعني. بس دائما انا بقول التشجيع وحماسه التشجيع ما بترتبطش بقله العدد او كتره. انا متاكد ان جمهور الاهلي دائما بالحماسه هيقدر يشعل الجماهير ويقدر يشجع النادي الاهلي على الفوز ان شاء الله. واهم حاجه الروح الرياضيه وتخرج المباراه في سياقها الطبيعي، يكون لقاء قمة إن شاء الله بين الناديين بإذن الله. يا فندم بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، تمنياتنا بالتوفيق بإذن الله لحضرتك طبعا للنادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله النهارده. شكرا يا فندم. سيادة السفير أيمن مشرفة سفيرنا في تونس. أرجع تاني للماتش وفنية، بنتكلم فنيا شوية. يمكن النهارده أول ماتش لصالح جمعة، صالح جمعة بيلعب مكان واحد من اللعيبة المهمة جدا وحسام غالي. يعني حسام يعني ما بين المشاكل اللي فاتت، لكن يفضل طبعا لعيب مهم في النادي الاهلي ولعيبه من اللعيبه المحبوبه لجماهير النادي الاهلي وتحب تشوف الكره على رجله كتير. يعني صالح جمعه قادر النهارده يقوم بدور حسام غالي ولا الموضوع كبير شويه عليه، ولا شايف صالح يعني يؤدي ازاي النهارده؟ يبقى توقعاتك لصالح النهارده.
هي طبعا اتمنى له التوفيق، يعني مباراه صعبه جدا ومش عايز اقول اختبار، لان هو خلاص هو بقى جوه النادي الاهلي وبقى عنصر مهم من عناصر النادي الاهلي، هو لعيب عنده امكانيات كويسه صالح، لكن المباراه صعبه، مباراه تقيله، لما تلعب النجم الساحلي ودي تبقى اول مباراه، اول مشاركه ليك مع النادي الاهلي، مباراه صعبه زي كده بتبقى مباراه يعني الامور بتبقى فيها صعبه على اللعيب يعني. وكمان صالح بيلعب مكان حسام غالي، يعني حسام الفتره اللي فاتت كلها اعتقد ان هو كان افضل لعيب في النادي الاهلي، الفتره اللي فاتت كلها كامكانيات حسام افضل لعيب في النادي الاهلي، فالنهارده عشان تلعب مكان حسام غالي وتأدي الدور اللي كان بيأديه الموضوع مش هيبقى سهل على صالح جمعه النهارده، بس طبعا اتمنى له التوفيق. هو برضو يعني في ميزه في النادي الاهلي وفي ميزه جوه عند لعيبه النادي الاهلي ان هم بيحتوي بسرعه اللعيبه اللي بتدخل عليهم، ودي يمكن ميزه يعني احنا عشناها ويمكن فاروق عاشها برضو وكلنا عشناها على مدار سنوات طويله جدا، اي لعيب ما بيحسش ان هو جديد على النادي الاهلي، يعني سرعان ما بيندمج جوه النادي الاهلي، فنتمنى له التوفيق طبعا، لكن هي مباراه صعبه جدا طبعا. منطقه وسط الملعب دي يعني منطقه عمليات زي ما بيقولوا، لو كل ما بتحافظ على الكوره كل ما يبقى معاك تاخد ثقه في نفسك شويه، لو حصل ميس باس كتير بتفقد الثقه في نفسك شويه. هو نقطه اللعيبه اللي حواليه زي ما كان بلال في وقت المباراه، طبعا صالح هو النادي الاهلي جايبه عشان يعتمد عليه بشكل كبير، وهو يعني على علم بجزء زي كده، هو اللعيب ثقته بنفسه طبعا كابتن حازم، واعتقد ان صالح لعيب منتخب اولمبي ولعيب منتخب مصر، فبالتالي الثقه موجوده والكوره موجوده عنده في الاول وفي الاخر وحافظ المركز ده، فوجوده طبعا مهم في التوقيت ده، واختبار هو اعتقد ان هو قده. مباراه صعبه، ولكن حسام عاشور طبعا مهم جدا توجيه من خلال حسام عاشور النهارده انه يثبته طبعا، ويعني يبقى في ظهره، لان دي مهمه جدا كابتن حازم، بلال بيقول ان لازم يبقى في كلام كتير جوه الملعب من خلال اللاعبين الخبرات مع صالح. طبعا احمد فتحي موجود مش جديد على النادي الاهلي، تواجده برده ككابتن النادي الاهلي قبل كده برده مهم جدا نقدر الكلام، لكن ان شاء الله متوقعين ان صالح خطوه ليه مع النادي الاهلي هتبقى جيده جدا، هتبقى مؤثره مع النادي الاهلي في المركز ده كابتن حسن. فرقه النادي الاهلي حاليا فرقه قويه ترجع تاني الاهلي ببطولات ولا لسه ينقصها بعض الشيء؟ يعني يمكن الموسم الماضي كان في بدايته يقول لك الاهلي لا في ناقص شويه كتير، دلوقتي بعد الصفقات وحاله النادي الاهلي وجود مثلا واحد زي رمضان صبحي طالع وتريزيجيه، فبدأ الاهلي يبان ان هو يعني فرقه قويه، شايف الاهلي خلاص رجع تاني يرجع بقى المفروض لمنصه تتويج سريعا ولا لسه هياخد وقت شويه في المرحله اللي هو فيها؟ لا، القصه دي او الامور دي هتبقى في ايدين المدير الفني، المدير الفني لو احسن التعامل مع اللعيبه الموجوده واحسن تنظيمهم في الملعب اعتقد ما فيش حد هيقف قدام النادي الاهلي السنه دي، يعني العناصر الموجوده في النادي الاهلي السنه دي المفروض ان هي من افضل العناصر الموجودين في مصر. يعني سواء في الحته الهجوميه او في وسط ملعب النادي الاهلي، يعني زي ما انت قلت السنه اللي فاتت كان بيعاني من مشاكل، مين هيلعب تحت الفرود، مين هيلعب فرود، عمر جمال مش موجود، مين هيبتدي، مين هيقعد احتياطي، كان في مشاكل كتير. السنه دي في مشاكل، مين هيلعب، الاختيارات صعبه على المدير الفني، يعني صعب لان اللعيبه بقت كتير، اللعيبه بقت احسن، الامكانيات بقت اعلى، فالنادي الاهلي لو احسن توظيف اللعيبه واحسن استغلالهم واحسن معامله اللعيبه، لان دي برده هتبقى موضوع صعب جدا على المدير الفني، ان يبقى عنده اثنين لعيبه تقال جدا، واحد فيهم يقعد واحد فيهم يلعب، واحد فيهم يقعد على طول واحد هيلعب على طول، ولا اثنين هيبقى في تبديل ما بينهم، مين هيلعب من النهارده ومين هيلعب بكره، الامور دي لو حسمها كابتن فتحي مبروك السنه دي ما اعتقدش ان حد هيقف قدام النادي الاهلي. اللعيبه موجوده واللعيبه فاهم بشكل كويس، ويمكن الاهلي بقى عقده للفرقه التونسيه، بعد ما كانت الفرقه التونسيه عقده لينا دلوقتي الاهلي بقى عقده. شايف موضوع العقده ده يعني شايفه ازاي؟ يعني فعلا الاهلي بقى عقده للفرقه التونسيه؟ احنا عدينا في فتره فعلا كان في وقت كان طبعا فرقه احنا على مستوى المنتخبات لسه في عقد على فكره شويه، ما زال بنخرج دايما المغرب وتونس عندنا مشاكل معاهم، لكن لا فعلا الفتره اللي فاتت من 2005 تقريبا او 2006 والامور مع الانديه المصريه بشكل كبير ومع الاهلي خصوصا كمان، يعني تونس بالذات، بالتالي لكن في الاول وفي الاخر انت بتجتهد وبتدرس الفريق اللي قدامك والنتيجه بتاعت ربنا. اعتقد النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت دي كلها كان عنده مجموعه من اللاعبين ما شاء الله كان عليهم كانوا عندهم القدرات والخبرات اللي موجوده تقدر تاهلهم ان هم يكسبوا اي فريق، بدليل ان احنا اما النادي الاهلي طلع بطوله العالم للانديه ادى بشكل كويس وكسب فرق قويه وتعامل معاهم بشكل جيد جدا، فان هو يكسب الفتره اللي فاتت دي كلها الفرقه التونسيه اعتقد ده برده نتيجه ان في لاعبين مميزين للنادي الاهلي، واعتقد ان هو بيحصل في الوقت الحالي الاحلال والتجديد اللي بيحصل للنادي الاهلي ده هيزود، يعني ان شاء الله انا اتوقع النهارده المكسب اللي حصل في القاهره هنا على النجم الساحلي يا رب يقرر، لان فعلا انت بقى فرقه تيره زياده على بلال، ان لا النادي الاهلي كان في بدايته فعلا مش جيده، ولكن مع الوقت والتنظيم والامور حصل ترتيب للاوراق من خلال ادارته للنادي وفي نفس الوقت من خلال كابتن فتحي مبروك، النادي الاهلي بقى ليه ملامح وشكل معين
فعلا كان قريب ان هو يحصل نادي الزمالك, ولكن الامور كانت صعبه. فبالتالي لا, النادي الاهلي جاي بشكل كبير بالصفقات اللي جت جديده دي والثبات اللي موجود وكم اللاعبين اللي اضافوا النادي الاهلي, فمش هيبقى عندك مشاكل بقى اصابات, مش هيبقى عندك مشاكل. هي بس المشكله ازاي مين اللي هيلعب, واعتقد بلال الاداره الفنيه بقى هي اللي هتفرق كتير قوي مع النادي الاهلي الفتره الجايه يا كابتن حازم. معنا مين يا جماعه؟ اوكي طيب, خلينا معلش نرجع تونس تاني, هنطلع نروح ونيجي نروح ونيجي شويه, لكن معانا زميلنا مهيب, فبالتالي بنجيب كل الاخبار من تونس من مقر اقامه البعثه. مهيب مساء الخير, ومعاك الزملاء الاعزاء, اتفضل يا مهيب. حد بزعلك كابتن حازم؟ قول لي بس قول لي. احنا مبسوطين كل ما بنشوف البعثه بخير, وان شاء الله بالتوفيق, وتحياتي للساده الصحفيين اللي معانا. طبعا برحب بك مره ثانيه يا كابتن. اتفضل. تحياتي ليك مره ثانيه يا كابتن حازم وضيوفك الكرام كابتن احمد بلال وكابتن محمد فاروق, اثنين من نجوم النادي الاهلي اللي ادوا النادي الاهلي كتير جدا جدا وليهم شعبيه كبيره. بالفعل تحياتي كابتن حازم امام استاذ محمد الشرقاوي رئيس القسم الرياضي بالمصري اليوم, وايضا استاذ محمود باهي طبعا جريده الشروق, والرؤيه الفنيه الصحفيه طبعا مباراه الاهلي والنجم الساحلي, وبيبقى لكم كده قفشات ووجهات نظر مختلفه دايما, وبالذات انت استاذ محمد. هو بص يا استاذ مهيب, هو الفريق دلوقتي في المحاضره غالبا التشكيل هيبقى شريف اكرامي, محمد نجيب, سعد سمير, شريف حازم, احمد فتحي, صبر الرحيل, احمد حسام عاشور, صالح جمعه, وليد سليمان, مؤمن زكريا, عماد متعب. ده اللي وضح لنا من التدريبات اللي شفناها مع الفريق في اليومين اللي فاتوا. هنا مفيش في المدينة, احنا يمكن خرجنا, حضرتك خرجت وكلنا بنقابل الناس التوانسة, مفيش حديث إلا عن المباراة, وهنا في يمكن يعني حماس جدا في التشجيع بالنسبة لفريق النجم الساحلي, كلنا شايفينه والناس بيرهنونا وبنقول لهم الآلة هيكسب, هم بيقولوا النجم الساحلي هيكسب. هنا متعصبين ومنتمين جدا 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 للفريق بتاعهم, وده شيء طبيعي. نفسنا بس ان الاهلي يحقق اول فوز له على النجم الساحلي في تاريخ مواجهاته في البطولات الافريقيه. لسه الاهلي ما حققش يعني فوز على النجم في ملعبه في مدينه سوسه. ان شاء الله نرجع بكره, البعثه ترجع بكره وهي بالثلاث نقاط, لان الاهلي محتاج الفوز دوت عشان يتخطى الازمات اللي شافها في الايام اللي فاتت. المانشيت بتاعك النهارده كان ايه؟ لا, المانشيت كانت تقديمة عادية, وان الاهلي بيسعى لتأكيد الصدارة على حساب النجم. طبعا احنا كنا رصدين الموقف الفرق في المجموعة كلها, وان الاهلي محتاج ان هو يأكد الصدارة عشان يبتعد عن حسبة بيرما, لان فريق الملعب المالي داخل بشدة في المنافسة. محمود باهي, رؤيتك الفنية والصحفية لهذه المباراة؟ هو بنسبة كبيرة التشكيل زي ما قال أستاذ محمد الشرقاوي, وده اللي واضح امبارح من التدريب الأساسي. كابتن فتحي مبروك قال في المؤتمر الصحفي إن هو هيعتمد في التشكيلة الأساسية على اثنين من العناصر الجديدة, واللي واضح الأغلب هيكون صالح جمعة يعوض غياب كابتن حسام غالي عن المباراة, وكذلك أحمد فتحي في الجانب الأيمن. دلوقتي طبعا في محاضرة للإعلان عن التشكيل والخطة, وكان كابتن فتحي مبروك ركز في التمرين الأخير, قال إن لعيبته لازم نستغل ضعف الأجناب بتاعت النجم الساحلي, في بطء شديد وفي عيب فني في فريق النجم في النقطه دي. كذلك برضو هو اشتكى شويه من ارضيه الملعب, وقال ان ارضيه الملعب مش بحالتها زي المباراه الموسم الماضي اللي انتهت بتعادل 1-1, برضو كانت في كاس الكونفدراليه. طبعا الفوز مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي, ان هو هيضمن صعوده بنسبه 80%, خصوصا الفريق مش محتاج ان هو يضغط نفسيا, عنده ماتش يوم 13 في كاس مصر, وده اللي اكده كابتن فتحي مبروك للعيبه. وكذلك هو مش عايز يخش في حسابات معقده, خصوصا الماتش القادم برضو بره ملعبه مع ترجي التونسي. اي نعم, ايا كانت حالته المعنوية أو النفسية أو الفنية السنة دي ما بيقدمش أفضل عروضه, لكن تبقى مباريات الأهلي والترجي هي قمة في حد ذاتها بعيدا عن أي حسابات, رغم تفوق النادي الأهلي في مباراة الذهاب 3-0, زائد أن فريق النجم الساحلي طبعا منتشف فوزه مؤخرا على الأفريقي التونسي في كاس تونس, وطبعا ده بتعتبر هنا مباراة ديربي بينهم. نفس القصة, رجع لهم حوالي 5 لعيبة كانت غايبة عن المباراة اللي فاتت, وفريق النجم برضو بيدرك أنه في حالة خسارته أو تعادله هيخش في حسابات معقدة قبل آخر جولتين من نهاية دور المجموعات. تمام, بشكرك أستاذ محمود باهي. كابتن بشكر أستاذ محمود طبعا, شكرا. ناقد رياضي بالشروق. أستاذ جمال الزهيري ناقدنا الرياضي, نزلت متأخر
خليتنا نقعد نشاور على استاذ جمال الزهير ناقدنا الرياضي. تحياتي الكابتن حازم امام والكابتن محمد فاروق والكابتن احمد بلال. واعتقد يعني بقالنا كتير ما شفناكش بتسافر. لا يعني بقالي كتير فعلا، بس يعني 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 كنت اخر حاجه يمكن كان بطوله العالم للانديه في المغرب. المغرب ويعني انا ما بحاولش ان انا ابقى يعني كل السفريات. طبعا انت عارف احنا عاملين عندنا دور، ولما نكون انت مسؤول على الدور لازم تبقى ملتزم. بس يعني طبعا بتبقى فرص كويسه قوي انك تطلع مع اي فرقه مصريه، وخصوصا فرقه النادي الاهلي، لانها الحقيقه بتدي برضو نموذج جميل جدا يا كابتن مهيب في الالتزام والتصرفات، و يعني السلوكيات كده العامه بتبقى هايله بصراحه. يعني انت جيت تونس وبعت جابر الكونغو. جابر كونغو لا عشان يستحمل لا جابر ممكن يركب طياره تتاخر معاه يعني ممكن يعيش شويه. وبعدين احنا ربنا يستر عليه، احنا سامعين ان في هناك كان عمليه احتجاز بس مش في البلد اللي هو فيها عشان نطمن اسرته يعني. رؤيتك لمباراه النجم الساحلي والاهلي؟ هي طبعا مباراه مهمه جدا ومباراه يعني صعبة على الفرقتين، بس الحمد لله للنادي الأهلي رغم الظروف اللي هو مر بيها مؤخرا، مسألة استبعاد 2 لاعبين أو 2 من كباتن الفرقة لأسباب تربوية أو سلوكية أو كده أو انضباطية، ومن وراها برضو جه الموقف بتاع كابتن وائل جمعة. بخبرتك الكبيرة تتوقع عودة وائل جمعة مرة تانية؟ والله ما عارف يعني، لغاية دلوقتي طبعا لازم يبقى فيه اتفاق على سيستم معين في الشغل. انت عارف اللي بيمسك منصب مدير الكره في الاهلي بيبقى عارف ماشي على كتالوج، يعني مش مجرد ان هو يعني بيقول رايه في اي حاجه او هو دخل في اشتباك مع اللعيبه. يعني مش هنتكلم فيها في التفاصيل دلوقتي، خليها برضو لوقتها ان شاء الله عشان ايه نخلي الناس مركزه في المباراه. لكن المباراه نفسها مباراه قويه، والنادي الاهلي طبعا مستعد ليها كويس، ومن حظه الكويس ان هو قدر يكسب مباراة الذهاب في السويس، فدي يعني اداته صدارة المجموعة، وبالتالي النادي الاهلي النهاردة بيسعى الى الاستمرار على صدارة المجموعة. والنجم الساحلي عنده دافع قوي برضو في وسط جماهيره، انت شايف طبعا الشوارع الناس مهتمة قد ايه بالمباراة، والجمهور بيعشق النجم الساحلي في مدينته يعني، فهو عنده نفس الدافع ان هو يستعيد القمه مره اخرى. والفرقه اللي هتكسب ان شاء الله النهارده، واتمنى طبعا النادي الاهلي، هتقرب كتير جدا من التاهل او من ضمان التاهل للمربع الذهبي باذن الله. استاذ جمال زهيري ناقدنا الرياضي الكبير في الاخبار، بشكرك على تواجدك معنا، وبشكر طبعا كل الزملاء الصحفيين اللي كانوا معانا، استاذ محمد الشرقاوي واستاذ محمود بقى واستاذ عبد المنعم نصطة. واعتقد ان شاء الله تبقى مباراه قويه والاهلي يخرج بنتيجه ايجابيه. شكرا ان شاء الله. وشكرا كابتن مهدي. شكرا كابتن حازم امام. دي كانت بعض اللقاءات مع الساده الصحفيين المرافقين لبعثه النادي الاهلي. لحظات وهيكون النادي الاهلي هيتوجه الى الباص، طبعا الباص يمكن متواجد، وهنحاول نخرج بره نقول لكم صوره الشارع الرياضي في النجم الساحلي. طبعا بشكر احمد زين مدير التصوير طبعا اللي تعبان معانا، عمالين نوديه ونجيبه. وايضا مهندس وليد متواصلين معاك كابتن حازم، وايضا في انتظار خروج لاعب النادي الاهلي. نعم لا معاك معاك سامعينك يا مهيبه، بسمعك. يعني في انتظار خروج لاعبي النادي الاهلي، بعد دقائق طبعا هيركبوا الباص وهنتوجه الى ملعب المباراه. متواصلين معاك كل ده بالصوت والصوره كابتن حازم على الهواء بشارة من سوسه. مشكورك يا مهيب، شغل كبير من سوسه، من ملعب او من مقر اقامه بعثه النادي الاهلي، زميلنا مهيب عبد الهادي. واخر الاخبار دايما من مقر الاقامه، يمكن هنشوفهم ان شاء الله هم رايحين على المباراه، يمكن مش تلاقوا اي حاجه في اي حته غير عندنا في ملاعب اليوم وتلفزيون الحياه. احنا الوحيدين متواجدين مع بعث النادي الاهلي، موجودين لحظه بلحظه مع النادي الاهلي ومع نادي الزمالك برضو موجودين. بشكر طبعا زميلنا مهيب عبد الهادي من مقر بعث النادي الاهلي. خلينا نرجع فنيا شويه، نطلع حاجات كده لقاءات صحفيه ونرجع تاني فنيا. كابتن بلال، كنا نتكلم على عقده النادي الاهلي وتونس والانديه التونسيه. يمكن يعني مش عايز اربط ان الانديه التونسيه ما بقتش جامده عشان الاهلي دايما بيكسب وحتى الانديه الصعبه، لكن ان حاله النجم الساحلي وحاله الترجي يمكن مش هم زي زمان، ولا هو الاهلي اللي جامد عليهم اول فتره دي، انت شايفها ازاي؟ لا الفتره اللي فاتت طبعا الاهلي كان عنده عناصر اقوى بكتير جدا. يعني النادي الاهلي
السنوات اللي فاتت دي الست سبع سنوات اللي فاتت كان عنده يعني لعيبه افضل بكتير جدا من اي حد. يمكن انا عايز السنه دي بس الامور باختلفت شويه. النجم الساحلي عنده لعيبه بتادي بشكل كويس. المباراه اللي فاتت كانت مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي في ملعبنا. يمكن برضو طريقه اللعب يعني انا شايف ان هي برضو لحد ما يعني فيها شويه تحفظات دفاعيه شويه. كابتن فتحي مبروك كان يعني بيلعب يعني الشكل ده يعني يبان ان هو 3 4 3 لكن هو في 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 الطبيعي او في طريقه اللعب بره ملعبك 5 5 2 5 2 2 5 4 1 لما تلعب قدام النجم الساحلي. يمكن وكان في شويه مشاكل هنا في نص ملعب. لما جينا لعبنا قدام النجم الساحلي كان عندنا مشاكل في نص ملعب بسبب ان اللعيبه اللي موجوده في نص ملعب عددها قليل. يعني لما كان بيلعب 4 3 2 1 كان في نص ملعب لعيبه كتير. كنا بنقدر نمسك الكره, كنا نتحكم في رتم الاداء, كنا دايما مسيطرين. لما ابتدى يلعب بالشكل ده المباراه اللي فاتت يمكن مباراه الزمالك ليها حاله لوحدها, لان نادي الزمالك كان حالته زي ما قال فاروق كان بعيد عن المباراه جدا. كان الحاله الفنيه للعيبه بعيده جدا عن المباراه, وكان عدم وجود ايمن حفني اللي انا بشوفه افضل لعيب في مصر السنه دي وغيابه عن مباراه الديربي هو اثر بشكل كبير في هجوم نادي الزمالك وهو اللي طلع المباراه بالشكل ده. لكن الطريقه اللي بيلعب بها النادي الاهلي ممكن يبقى عندنا مشاكل في نص ملعب النهارده. يمكن نص ملعب كان كابتن فاروق بيقول 3 4 النهارده في نص ملعب هيلعبوا, عشان كده كابتن غير خطه يلعب 3 4 3 دي ممكن تخلي في زياده عاديه في نص الملعب شويه. هو كابتن حازم هو بيلعب فعلا يعني بثلاثه زي ما بنتكلم 3 4 3. هو صبر رحيل واحمد فتحي دايما بيزقوا لقدام, يعني ده فكر كابتن فتحي اللي هو دايما بيخلي وليد سليمان ومؤمن زكريا بجانب عماد متعب بشكل كبير في الحته الهجوميه, وبيزق صبري واحمد فتحي في الجزئيه نص ملعب جنب حسام وصالح جمعه. فده في حد ذاته بيدي يعني لو اتاخر من نص ملعب النهارده هيبقى يعني مشكله كبيره جدا بالنسبه ده, ده اللي احنا بنتكلم فيه. عشان كده كابتن فتحي بيلعب بالطريقه دي او اقتنع لحد ما بالطريقه دي. ويمكن خلي بالك احنا بنقول الكلام على الورق في البدايه, لكن مجرد لما بتنزل ملعب ممكن تعليمات تانية تبقى مختلفة تماما يا كابتن حازم. فبالتالي هي البداية بتبقى كشكل على الورق ممكن كده, ولكن جوه الملعب ممكن التحركات نفسها تتغير بشكل كبير. وجود لعيب يعني ممكن تلاقي احمد فتحي بشكل كبير مكان شريف حازم, شريف حازم يبقى على حسب برضو خلي بالك هم بيلعبوا عندهم ثلاث لاعبين مهمين جدا في الحته الهجوميه, خليل بنجوره وبغدادي, ده لسه راجع بغدادي بنجاح من اللعيبه اللي ما لعبوش الماتش اللي فات, وزياد بغطاس برضو دول لعيبه قويه جدا. فمحتاجين جزئيه الصحيان دايما في الجزئيه الدفاعيه عشان يقدروا يوقفوا مجموعه اللعيبه العاليين بالنسبه لفريق النجم الساحلي. فاعتقد ان انت بتتكلم على الورق بس وعلى الشكل الخططي على الورق, ولكن جوه الملعب في تعليمات اكيد هتبقى مختلفه تماما. يعني بالنسبه لراس حربه واحد متعب, يعني متعب هو الكابتن دلوقتي ويمكن كان في بعض الصعوبات في اول موسم او في نص الموسم حتى مع الكابتن فتحي شويه, لكن دايما الفتره الاخيره بقى هو اللي بيعتمد عليه الكابتن كابتن فتحي. شايف اعتماد كابتن فتحي مبروك على متعب بسبب ان ما فيش لعيبه جاهزه, ولا بسبب ان هو يقينا متعب هو احسن واحد حاليا موجود في النادي الاهلي في المكان ده؟ بص كابتن حازم انا شايف ان متعب بخبراته الكبيره يقدر يتحرك بشكل جيد جدا, يقدر يسمح بالثلاثي اللي هو بيعتمد عليه او لو هو بيلعب النهارده او ثنائي ان يقدر يبقى موجود في المكان الفاضي للجزء الهجومي للنادي الاهلي او ما خلف خطوط فريق النجم الساحلي مثلا. فبالتالي عماد متعب بيقوم بدور قوي جدا ومهم جدا, ممكن الناس ما تبقاش واخد بالها منه او الناس وهي بتتفرج, لان الكادر بتاع الكاميرا بيبقى مختلف تماما عن التحركات او الشكل اللي بيبقى جوه الملعب. فبالتالي عماد متعب زائد كمان وجوده جوه ال 18 في اوقات مناسبه جدا ويقدر يستغل اي فرصه. فاعتقد ان كابتن فتحي الفتره اللي فاتت كان محتاج عماد متعب في الجزئيه دي, زي طبعا جزئيه التاثير الهجومي اللي احنا دايما بنتكلم عليه انه بيقدر يستغل الفرص اللي بتيجي. انت ممكن يجيلك 100 فرصه لكن ما حدش يجيبها, لكن عماد يقدر من فرصه واحده يتحمل مسؤوليه ويقدر يجيبها بشكل جيد. هو الاحسن حاليا في النادي. انا شايف ان هو احسن لغايه لما نشوف بقى اللعيبه اللي جت جون انطوي او ايفون يعني. بلال ايه بالنسبه لمتعب؟ لا طبعا عماد يعني خصوصا بيلعب راس حربه واحد برضه ايامين واحد بنعمل, احنا لعبنا تقريبا في جيل واحد كان دايما راسين حربه الاهلي راسين حربه على طول, راس حربه واحد في سن متعب شايف ده اريح له؟ في ناس بتقول لك انا احب العب لوحدي, بالعكس بقى اريح لي ما يبقاش في حد جنبي يقعد يزحم عليا. بتعبني بلال قوي انت لما بتتعبني قوي. لا خليني لعبتوا مع بعض انتوا كتير. طبعا احنا لعبنا ماتش الاسماعيلي مع بعض 4-4 ماتش 4-4 ماتش عالمي الماتش ده. لا بس انا عايز اقول طبعا متعب ما حدش يختلف عليه, امكانيات هائله جدا. يعني النهارده السنه دي جايب مسجل 10 اهداف في الدوري العام
لكن بس انا عايز اتكلم عن الامكانيات البدنيه. يعني ساعات انت طريقه اللعب بتحكمك انك تلعب واحد عنده امكانيات بدنيه عاليه وعنده لياقه بدنيه عاليه جدا. يمكن الفتره اللي لعب فيها عماد متعب او الاوقات اللي لعب فيها عماد متعب السنه دي اللي نزل فيها غير من نتيجه وشكل اداء النادي الاهلي. يمكن عايز اقول ان ممكن يعني او دور متعب في الماتشات اللي كان بيتغير فيها كان افضل بكتير جدا من الماتشات اللي كان بيبتدي فيها. النهارده مباراه صعبه جدا، محتاجه حد قوي، محتاجه حد لياقه بدنيه عاليه جدا، محتاجه حد عنده سرعات عاليه. ده كل ده مش موضوع يعني مش بحكم برضه السن وبحكم طبعا الاصابات الكتيره اللي اتصابها عماد، لكن هو الوقت الحالي هو ما عندوش غير عماد متعب يلعب بيه وهو الافضل في الوقت الحالي. ما عنده انطوي مثلا؟ لا انطوي بره يعني يعني بعيد عن ما لعبش مع الفريق خالص، ما خاضش تجربه مع الفريق، هم يمكن بقى لهم برضه فتره ما شافوهوش وهو بيلعب. عمرو جمال ما يقدرش يعتمد عليه. عمرو جمال النهارده مصاب ما يقدرش يلعب. في اصابه بياخد واخد حقنتين بس ممكن يكون موجود. هو ما اتمرنش عمرو جمال مع الفرقه على فكره ولا تمرين. فالنهارده ما عندوش غير انطوي بس. ما عندوش غير انطوي احتياطي وموجود عماد متعب وكمان عشان كابتن فتحي مبروك بيحب يعتمد على الخبرات. يمكن قبل مباراه الزمالك قال برضه عماد متعب عنده خبرات عاليه ممكن يحسم المباراه من بدايتها. ونتمنى الكلام ده يحصل يعني نتمنى. لكن انت بتلعب مع فرقه تقيله برضو عندها عناصر في الدفاع اقوياء وسرعة، فرقه منظمه، فرقه زي ما قال فاروق تكتيكيا بتلعب بشكل رائع جدا، عندهم امكانيات فرديه عاليه. فالمباراه مش هتبقى النهارده مباراه سهله على النادي الاهلي، مباراه صعبه جدا. طيب ده كلام مهم جدا على نتكلم عليه. متعب من احسن اللعيبه. يمكن زي ما قال بلال حاجه مهمه جدا، متعب فعلا لما بينزل الشوط الثاني بيبقى دايما متواجد، ليه ماتشات كتير جاب جوان في اخر دقائق وكان ليه اهداف مؤثره زي ما يعني فاينل الكونفدراليه الموسم الماضي واحرزوا هدف مهم، وحتى في السوبر احرزوا هدف في اخر دقائق. اي نعم الاهلي خسر لكن دايما متعب عند حسن الظن بيه، وبشوف دايما لعيب الخبره بيقدر يتالق بشكل كبير. خلينا برضو نتكلم على حاجه مهمه فاروق، وهي المشكله اللي حصلت قبل الماتش. المشكله اللي حصلت قبل الماتش يعني نرجع لها تاني. لا قصدي يعني نتيجه الماتش النهارده ممكن تخلي المشكله دي تطفي خلاص ومحدش يتكلم عليها تاني، وممكن تعليها. انت شايف ده ممكن يحصل؟ يعني مثلا لو لا قدر الله الاهلي خسر مثلا ممكن ناس تتكلم اصل ده بسبب اللي حصل وفكت الفرقه. شايف نتيجه الماتش عشان كده ممكن توقيت اتخاذ قرار بالجزئيه دي ممكن يبقى كان لازم نتأجل شويه بعد ما عوده النادي الاهلي من المباراه، عشان فعلا زي ما انت بتتكلم كابتن حازم ما يبقاش فيه. ولكن النادي الاهلي او ادارته بتبقى فاهمه هي بتتعامل ازاي مع الموقف. ولكن زي ما كنا بنتكلم الحاجه الحلوه لما بتبقى موجوده كله بينسى الوحش. فبالتالي ان شاء الله لو في نتيجه النهارده حصلت اعتقد ان الامور هتنسى، وزي ما احنا شفنا يعني وائل بيتصالح مع حسام وهم في الاول وفي الاخر اصدقاء ملعب. ولكن انا في جزئيه لازم اتكلم فيها كابتن حازم. لازم انا كلاعب كوره، ودي لازم المنتاليتي تتغير عند اللاعب المصري، ان انا لازم افرق ما بين ان انا ابقى لاعب كوره محترف وان في زميل ليا خلص وبقى مدير او بقى في وضع مسؤوليه. ولازم برضو اللي خلص كوره بقى في وضع مسؤوليه لازم يفرق وجوده كلاعب كوره. دي مهمه جدا جدا، هتفرق مع التيم نفسه طبعا، قرب السن، وفي نفس الوقت ان في اللعيبه لعبت مع بعض، وفي نفس الوقت تغير المسؤوليه من لعيب لمدير فني، طبعا بتخلي لحد ما نقطه المشاكل تبقى اسرع واقرب. ولكن في الاول وفي الاخر الاحترام متبادل، هي دي النقطه اللي انا بس عايز ابينها، لان التفكير بتاع اللاعب المصري للاسف يعني ما زال. بس ده حصل قبل كده مع هادي خشبه، وحصل قبل كده مع سيد حفيظ. يمكن انا كنت محتاج يبقى في سبورت اكتر من كابتن فتحي مبروك في الموقف ده. سبورت من كابتن فتحي لمين؟ لوائل. لوائل بغض النظر طبعا كابتن حسام غالي لعيب كبير ولعيب يستحق. شايف ان الموقف في الاداره تاخد الدوال ده اضعف وائل شويه؟ لا هو مش اضعف، هما شافوا ان لان انا مش موجود جوه الحدث نفسه، لكن وائل هو مدير كوره النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير، فبالتالي الموقف اللي اتاخد هو موقف شايفينه هو وجهه نظر صح، فبالتالي يبقى هم اللي عارفين تفاصيله اكتر من اي حد موجود بره. يعني احنا بنقعد نتكلم يا كابتن حازم، ولكن التفاصيل موجوده عند المجلس. فبالتالي الموقف هم يهمهم مصلحه الفريق، وزي ما اتكلم استاذ ابراهيم الكفراوي امبارح ان مصلحه الفريق وفي مصلحه الفريق الكوره في النادي الاهلي هو اهم شيء عند الاداره، فاتخاذ الموقف بالطريقه دي هو يعني شايفينه في مصلحه الفريق. ولكن احنا بنقعد نتكلم بنشوف من وجهات نظرنا، لكن الموقف نفسه ازاي هو حصل وازاي التطورات بتاعته دي عندهم هم يعني. ايه انت بتقعد تبتسم؟ انت مبتسم عندك حاجات انت قول.
لا بص، هو دايما بص فار في الكرة معروف ان النتائج هي اللي هي اللي بتمحي او بتثبت اي قرار او هي اللي بتضيف للقرار وبتنجحه او هي بتخلي القرار ده فاشل. يعني النادي الاهلي مكسبه النهارده ممكن خلاص يقفلوا صفحه العقاب والثواب وان وائل جمعه تاخد ضده قرار او حسام غالي عوقب من 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 خلال المشرف مع الكوره كابتن علاء صادق او كابتن وائل جمعه. فالنهارده المباراه هينبني عليها حاجات كتيره جدا، ونتيجه المباراه النهارده تنبني عليها حاجات كتيره جدا. لكن اللي انا عايز اقوله زي يمكن النادي الاهلي احيانا القرارات بتبقى صعبه جدا، يعني قرار زي اللي اتاخد ضد وائل جمعه ده قرار صعب جدا، وقرار توقيته اعتقد برده اصعب. يعني احيانا برده وانت بتاخد القرار مهم جدا التوقيت بتاع القرار. يمكن حصلت مشكله ما بين حسام غالي وما بين كابتن وائل جمعه، وارد جدا في اي نادي ان يحصل فيه مشكله في الفريق، يعني تحصل كتير بمدير كره ومدير كره لعيب يعترض على مدير فني، ده وارد جدا في اي فريق في العالم يعني العمليه يعني بتحصل كل يوم يعني. لكن ان يبقى في قرار من مجلس اداره ضد مدير الكره اللي هو بيمثل الاداره نفسها في التوقيت ده، اعتقد ان ده يعني قرار متسرع يعني. انت شايف ان كان يستنوا الماتش وبعدين لو في عقاب بعديها؟ اكيد دي من وجهه نظري، لان الناس هنا دايما او مش الناس، احنا كلنا بنربط القرارات بالحدث. يعني هو وائل جمعه اللي اتقال ان هو القرار ده اتاخد بناء على تصريحاته في المصري اليوم، لكن الحدث اللي على الساحه ان المشكله مع حسام غالي ومشكله مع عبد الله السعيد، يعني هي دي للناس، هي دي الناس تعرفها، محدش يعرف خلفيات القرارات بتاعه المصري يوم ان وائل جمعه طلع وبعد كده اعتذر وائل جمعه، لكن الناس عارفه ان في مشكله دارت، فربطوا الحدث بتاع وائل جمعه ومشاكله مع عبد الله السعيد ومشاكله مع حسام غالي والقرارات اللي بيقولها وائل جمعه بحواره في المصري يوم، فبالتالي خدوا القرار الصعب اللي حصل الفتره اللي فاتت. هو بصراحه يعني الموضوع بصراحه غريب جدا، يعني زي ما انت قلت ان الاداره تعاقب مدير الكره ما حصلتش كتير، يمكن تعاقب اللعيبه لكن مدير الكره اللي هو بيمثل الاداره دي برضه غريبه. انا من وجهه نظري وائل حبيبي وصاحبي كان شايف ان الموضوع كان وائل لازم يعني يستقيل بعد اللي حصل ده، لان ما ينفعش يعني، ما يعني وجهه نظري الله اعلم طبعا كل واحد ادرى بظروفه، ولكن يعني يلا خلينا نعدي الحته دي نروح لحته ثانيه، خلينا نروح للزمالك شويه برضه. الزمالك هيلعب بكره ماتش مهم، والزمالك من الفرق حاليا بطل الدوري المصري بعد 11 سنه، وبالتالي بيعيش اجواء فيها فرحه واجواء حلوه، واللعيبه كلها مبسوطه، يمكن حتى اللعيبه اللي مشيت متاثرين هم مشوا، دي من الحاجات القليله لما حد بيمشي من مكان يعني بيبقى عايز يبان في حته ثانيه ويبقى مبسوط، لكن ده اللعيبه نفسها تقعد في النادي اكتر. لعيب الزمالك جاب 4 لعيبه في السفريه الجديده او في الماتش يعني بكره ان شاء الله، هم محمد ابراهيم وجمعه وكهربا ومين تاني يا جماعه فكروني، في 4 لعيبه من اللعيبه الجداد موجودين في نادي الزمالك النهارده. الشيخ لا الشيخ في الاهلي، في يعني الاهلي لا معلش اتلخبط لا هو لا مش الشيخ، محمود كهربا، محمد سالم لاعب نادي المقاولين السابق، الحرس لا ميكي وابراهيم في مصر ما راحوش معاهم، وحمودي طبعا راح سويسرا بيخلص ورقه وراجع. فبالتالي الزمالك يعيش اجواء حلوه، اجواء فرح، وهو اول مجموعه مسيطر بشكل كبير. شايفين ماتش بكره ازاي؟ يعني بص هو لحد كبير هيستمر في الصح اللي هو فيها لحد كبير، طبعا الزمالك ضمن بشكل كبير كابتن تواجده في الدور قبل النهائي، وده في حد ذاته يعني بيخلي الامور بالنسبه له هاديه، ولكن تاكيدا طبعا على الصح اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، ان هو يعمل نتيجه ايجابيه في مباراه زي بكره ان شاء الله، دي مهمه جدا، مهمه للاعيبته، مهمه لزياده الثقه بشكل كبير في التيم والمجموعه كلها، وزياده الفرحه، لان خلي بالك جمهور الزمالك خلاص يعني شايف ان هو اتعود على فوز فريقه وفرحته بشكل كبير، وخصوصا ان هو عارف فريق لبار وتعامل معاه بشكل جيد هنا في القاهره. طبعا الامور بتبقى صعبه، لكن احنا ما بنتكلمش احنا عايزين فوز او النتيجه الايجابيه الكامله، احنا ممكن نقدر نعمل شكل جيد لفريق نادي الزمالك ونتيجه ايجابيه سواء بالفوز او بالتعادل، يعني ده اقل شيء يعمله. وفي نفس الوقت يعني انا واحد من الناس اتمنى وجود نادي الزمالك والنادي الاهلي في الدور النهائي، ده اعتقد نجاح للكره المصريه على فكره، ممكن انا شايف بنسبه 90% ممكن يحصل الكلام ده ان شاء الله، نجاح للكره المصريه بشكل كبير سواء بقى كرويا او تسويقيا للدوري المصري والكره المصريه بشكل كبير يا كابتن حازم. يا رب ان شاء الله يبقى ده موجود النهارده، فوز نادي الاهلي هيفرق برده كتير مع نادي الزمالك يا رب ان شاء الله، فلكن الزمالك في صحوه فعلا زي ما بتتكلم كابتن حازم، ولازم يكملها بشكل جيد يعني ان شاء الله باذن الله. بلال الزمالك في صورته الجديده بعد الدوري، تأكيده على بطولة الدوري وفي بطولة أفريقيا ماشي كويس،
شايف انتدابات الصفقات؟ يعني في صفقات بين الزمالك والاهلي دايما كل سنه هو شغل الشغل للجماهير والاعلام، مين خد صفقات احسن ومين عمل صفقات احسن ومين خد مين. اعتقد الاثنين عاملين موسم كويس. الزمالك شايف كمان على صفقات الاهلي، شايف الزمالك كل الصفقات الجديده اللي اتكلم عليها؟ لا، الزمالك صفقاته جديده كلها لعيبه مميزه. يمكن عجبني، يمكن اكتر الصفقات اللي عجبتني محمد ابراهيم. انا كنت شايف قبل ما يمشي من الزمالك كان مؤثر جدا، وجوده في نادي الزمالك كان مؤثر بشكل كبير، وكان يعني قضى فترة مع نادي الزمالك يمكن من أفضل فتراته. لعيب عنده مهارات عالية، ويمكن الزمالك كان في احتياج للعيب زي كده، لعيب برضو زي كهربا بنفس الإمكانيات. الزمالك يمكن السنة اللي فاتت كان بيعتمد على أيمن حفني لوحده. أيمن حفني كان بيقول بكل الدور الهجوم، يعني بقول أربعة معاه دلوقتي، بقى في ناس كتير دلوقتي بقى يقع أيمن حفني، يبقى في محمد إبراهيم، يبقى في كهربا، في حمودي من تحت، في حمودي. فالصفقات اللي جابها نادي الزمالك كلها صفقات جيده من وجهه نظري، يعني هتضيف لنادي الزمالك، وما اعتقدش ان هي هتسبب مشاكل نادي الزمالك. يمكن احمد اياد شايف الخمس لعيبه في نفس المكان ده ممكن يعمل مشاكل ولا حاجه؟ هو عنده حمودي بيلعب في نفس مكان ايمن حفني، عنده كهربا بيلعب من تحت الفرد، كهربا بيلعب من تحت الفرد، يعني لما بيلعب قصدي هي المنطقه اللي هي دلوقتي الزمالك عامل زي الاهلي، يعني بقى الاهلي والزمالك نفس الوضعيه بالظبط. هم اربع خمس لعيبه تحت، هيلعب منهم اثنين، والنادي الاهلي برضو اربع خمس لعيبه هيلعب منهم اثنين لعيب. الافضل هيلعب. انا قلت لك بقى كابتن بلال، كنت حازم دي حلو، يعني انا شايف انها كويسه حته الهجوم بيركزوا عليها ادارات الانديه، ان هم عندهم المكسب رقم واحد، وده هو ده حال النادي. طول ما انت ماسك الكوره فالدفاع بيبقى مش مضغوط زي ما ده كلام سليم. بس الزمالك كان عنده نقص في الحته دي السنه اللي فاتت، يعني لما بيغيب ايمن حفني كان بيبقى فيه مشكله كبيره، لما كان بيغيب احمد اياد عبد الملك برضه كان بيبقى فيه مشكله كبيره في الحته الهجوميه. لكن الزمالك دفاعين قوي جدا. الزمالك عنده في نص ملعب الدفاعي والخط الدفاعي بالكامل لعيبه افضل، طبعا افضل دفاع السنه دي في مصر، افضل فرقه دفاعين في مصر. فالحته الهجوميه كملوها السنه دي، ان كان فيها زحمه برضه بعض الشيء، ان في لعيبه برضه كتيره جت، لما ما جابش اثنين، ما دعمش الفرقه باثنين ثلاث لعيبه، لكن دعم الفرقه بخمس ست لعيبه برضه، لكن الدعم في مكانه. يعني انت برضه محتاج يبقى فيه دعم بس في مكانه. انما الحته اللي ورا دي حته جيده جدا، وعنده مدير فني طبعا راجل انا بحترم قدراته، راجل ذكي. الحته الاهم بالنسبه لنادي الزمالك ان خلاص الفرقه ابتدت تلعب على المكسب، الفرقه ابتدت تعرف طعم المكسب. دايما احنا بنقول في الكوره ان المكسب بيجيب مكسب، المكسب بيجيب ثقه. لعيبه نادي الزمالك عندهم ثقه، ينزلوا المباراه عايزين يكسبوا. حته القلق، حته الخوف، حته التوتر ما بقتش موجوده عند لعيبه نادي الزمالك. حته الثقه في المكسب في اي وقت، خاصه المباريات الافريقيه اللي بره ملعبه، بقت موجوده. نادي الزمالك لما كان بيتاخر بهدف كان خلاص المباراه بتحسم، خلاص الماتش كان بيتحسم الفريق الخصم. النهارده نادي الزمالك بيبقى متاخر للدقيقه 80 وبيكسب، دي حته ما كانتش موجوده في اللعيبه. كان المدير الفني اضاف مستر فيريرا اضافها السنه دي لنادي الزمالك، وحاجه تحسب طبعا دي. يمكن الزمالك برضو من الحاجات المهمه فيه وهو خط هجومه. انا لازم اتكلم على خط هجومه عشان معانا اثنين مهاجمين. يمكن باسم زي ما قال كان بلال في اول، ان كان الكلام كله على خالد قمر في اول الموسم، ولكن باسم ظهر بشكل غير متوقع لناس كتير جدا. يعني كان جاي على انه هو هينزل بعض الاوقات، ولكن هو بقى هو النجم في نادي الزمالك وراح منتخب مصر وهدف 18 جون الدوري المصري. شايف باسم كمهاجم تقيمه ازاي؟ والله كابتن حازم احنا بنتكلم، طبعا انت بتتكلم على، انا واحد من الناس اتفرجت على خالد قمر، يعني قبل ما اخش على باسم، لعيب من اللعيبه المحترمه جدا اللي انا شفتها في اتحاد الشرطه، كانوا بيأدوا بشكل جيد جدا، ما شاء الله بيتحرك بشكل جيد، بيتعامل مع الهدف او الجون بشكل جيد. ولكن طبعا كل لعيب بيبقى ليه ظروفه، او يعني محتاج وقت معين ان هو يبتدي يشتغل فيه او يظهر فيه. كان ما جاش الوقت الخالد، ولكن هو في بعض المباريات كان مؤثر جدا. لو جينا لباسم، باسم من اللعيبه اللي ما شاء الله عندهم نوعيه كابتن ايمن منصور، كابتن حسام حسن، عنده الجزئيه دي، ان هو عنده زي ما بيقولوا احنا بنتكلم في الكوره كابتن حسن، الحارت في الملعب، هو بيروح شمال ويمين وما بيكسفش مثلا لو ترقص، فعنده الجزئيه دي هايله جدا. عنده جزئيه التهديف واضح جدا، عنده بيقدر يلعب الكرات الثابته بشكل جيد، فعنده تنوع في امكانيات اللعيب نفسها او امكانيات الفرود، ان هو بيقدر بيعرف يشوط، بيعرف يلعب دماغه، بيعرف يلعب الكره الثابته، دي مهمه جدا. واختفت لحد كبير او توقيت كبير في الفتره اللي فاتت او الاربع سنين اللي فاتت دي. النوعيه دي. فبالتالي وجود باسم في الكره المصريه او وجوده في نادي الزمالك بيأثر بشكل كبير او بالايجاب للنادي او للمنتخب. انا الاستمراريه ان شاء الله بس ما يبقاش موسم يعادل ان باسم اللي هي فعلا المهمه. خلينا نطلع تاني نرجع لتونس، ويمكن المحاضرة خلصت بالنسبة للنادي الأهلي. خلينا نشوف مهيب ونسمعه يقول لنا ايه التشكيل، ايه اخر الاخبار من
مقر اقامه بعثه النادي الاهلي. تفضل يا مهيب. طيب معاك كابتن حازم من مقر بعثه النادي الاهلي، وزي ما احنا شايفين على الهواء يمكن لعيبه النادي الاهلي بعد المحاضره مباشره ومتوجهين الى طبعا ملعب المباراه. الجهاز الفني كابتن فتحي مبروك، كابتن احمد ايوب، كابتن طارق سليمان، بالتوفيق يا كابتن ان شاء الله. ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ التشكيل يا كابتن النهارده؟ والله التشكيل ان شاء الله الشيخ اكرامي وسعد ونجيب وشريف حازم واحمد فتحي وصالح جمعه وحسام عاشور وصبري ووليد ومؤمن وعماد ان شاء الله. زي ما قلنا كده ان شاء الله. انتوا اللعيبه جاهزه؟ انتوا اذكياء ما شاء الله. اللعيبه جاهزه؟ كله تمام الحمد لله، ومعنويا وكله زي الفل يعني. درست فرقه نجم الساحلي كويس؟ ان شاء الله، وكل حاجه اتقالت وكل حاجه اتقالت في المحاضره، واللعيبه ان شاء الله تنفذ وتبقى كويسه ونكسب المباراه ان شاء الله. توفيق يا كابتن فتحي. معاكم على هواء مباشره متواصلين، يمكن بننفرد بالكابتن فتحي مبروك هو اللي قال لنا التشكيل. تحية كبيرة كابتن علاء أبو صادق على الهواء طبعا، والتوجه إلى ملعب المباراة. معاكم أعزائي المشاهدين متواصلين كابتن حازم، يمكن الكابتن فتحي هو اللي قالك التشكيل بنفسه، هنسيبك كده ولكن الكاميرا هتبقى معانا عشان نتوجه إلى ملعب المباراة لسوسة الملعب الأولمبي. شكرا ليك كابتن حازم. طيب يمكن انفراد يعني معانا كابتن فتحي بيقول لنفسه التشكيل النهارده قبل الماتش، ويمكن قلنا التشكيل ده من امبارح. بنشكر مهيب اللي جاب لنا يعني المدير الفني قبل الذهاب للمباراه مباشره وبعد محاضره المباراه، والتشكيل ما فيهوش مفاجات، هو نفس التشكيل اللي قلناه 3-4-3 يعني زي ما قلنا تاني، مش هنعيد ونكرر تاني، كل الناس اكيد شافت وسمعت التقرير وسمعت التشكيل. ان شاء الله على بركه الله يتوجه النادي الاهلي الى ملعب المباراه، وماتش مهم وماتش في الامكان يعني في المتناول بالنسبه للنادي الاهلي، واللعيبه اللي موجوده دي تقدر تادي بشكل كويس. اتمنى التوفيق لصالح وفتحي، بيبقى بدايه ماتش لو مكسب بتبقى بدايه خير كده وبيبتدي كابتن حازم. لو الاهلي ابتدى بنفس الشكل يعني، خلاص هو ابتدى بنفس الشكل اللي لعب بيه مباراه الزمالك، لكن هيفرق كتير قوي جزء الضغط من اول دقيقه. يعني انا شايف ان سيناريو مباراه الزمالك لو اتنفذ النهارده مع النجم الساحلي واللي احنا شفناه من خلال اداء النجم الساحلي المره دي، هو الجمهور طبعا هيساند بشكل مختلف. الساحلي اكيد مش الزمالك كان مش في حالته خالص، فما كانش بيضغط ولا حاجه. بس احنا اتفرجنا على النجم الساحلي هنا كابتن حازم، هو زي ما حضرتك تفضلت قلت في الاول، مش هو نجم الساحلي اللي احنا كنا ممكن في الاول ممكن كنت قبل كده او الترجي قبل يعني كده يعني. ممكن الاهلي النهارده يضغط من قدام اذا كان بيلعب مع الزمالك، لو ضغط بشكل كبير ومنع اي تحضير لعب الفريق النجم الساحلي وجزء الامامي وخطف او تستخلص الكوره وابتدى يهاجم من فوق، اعتقد ان ممكن يبقى في هدف، وده اللي انت محتاجه ان انت تباغت بشكل كبير في الجزء او الربع الاولاني من المباراه. هتهدي نفسك، هتبقى في هدوء حتى في اللعب بعد كده لو انت احرزت هدف كده. لا انا كان فتحي ما اعتقدش ان هو هيبتدي ضغط او يبتدي مهاجم من بدايه، مختلف على طول مع فرو انت في كل حاجه. هو مختلف، هو بلال طول عمره حتى في الملعب ابو اجري كده يروح جاي لك ثانيه جاي لك انت لا طب اقعدوا مع بعض شويه قبل لا مش مختلفين احنا في تواصل بس. انت ما شفتش بقى في الدوره الرمضانيه في الاهلي عملت ايه؟ صحيح احنا خسرنا من نادر السيد، بس نادر راح جاب لنا ناس من بره. بلال بقى قاعد على الدكه، انا المدير الفني قلت له عايز ينزل، قلت له مش هنزلك المدير الفني تخلص منه، المدير الفني فاشل عشان كده خسرنا. لا ما يعني ما اعتقدش انه يلعب ضغط من قدام، او طبعا هيستنى ويعتمد على بس على امكانيات ومهارات وليد ومؤمن يعني. هم دول ممكن يكون عندهم الحلول في الحته الهجوميه، انما انه هيبتدي ضغط من اول المباراه ما اعتقدش يعني. النجم الساحلي المباراه اللي كانت هنا كان بيلعب تقريبا بنفس التشكيل، عنده مشكله في نص ملعب يعني. النجم الساحلي عنده لعيبه كتير في نص ملعب، وعنده لعيبه امكاناتها المهاريه عاليه، لعيبه يقدروا بس هو بلال عنده 4 دلوقتي في نص ملعب زائد وليد ومؤمن يرجعوا برده دفع، عنده 6 تقريبا في نص الملعب. مين اللي عنده 6 في نص الملعب؟ يعني عنده الاربعه وعنده صالح وحسام وعنده 2 على الاطراف وهيرجع حسام غالي وحسام قصدي عاشور، عنده حسام عاشور وعنده صالح جمعه وعنده احمد فتحي وعنده صبري الناحيه الثانيه، صبري واحمد فتحي هيلعبوا من وجهه نظري النهارده هيلعبوا 2 مدافعين فتحي مش هيلعب 2 مدافعين يعني هيلعبوا يعني قصدي فاتحين لورا يعني مش هيخش جوه مش هيخش مش هيضموا في نص الملعب، فبالتالي هيبقى في مشكله في نص الملعب. الاستحواذ في نص الملعب دايما الفرقه اللي بيكون لها الغلبه في الماتشات هي اللي بتمتلك نص الملعب، لان هي اللي بتقدر تدافع كويس وبتقدر تهاجم كويس. انت عندك خارج تعرفت فصل تعرفت ولا شفت بقى حسيت مذيع سابق مذيع سابق طب خلينا عايش نطلع برافو عليك نطلع الكونغو. معانا زميلنا محمد جابر الناقد الرياضي بالاخبار يقول لنا ايه اخر الاخبار من الكونغو. معلش بس انت لقطتني كويس محمد، مساء الخير.
حازم زميلنا طبعا محمد جابر في الاعداد معانا. طمنا على الكونغو، طمنا عليك كابتن محمد فاروق. والله كابتن الحمد لله تمام، بس يعني فريق الكونغولي بار بدا يعمل يعني حركات كده مظبوطه مع فريق الزمالك. اولا ان هو بدأ معادي التدريب كان المفروض ان احنا نضرب 4:30، قال لك لا احنا عايزين تدريب 3. احنا اصلا لسه واصلين المدينه دولتي كان على الساعه 2:30، يعني اصلا اللعيبه ما كانتش تلحق تجمع نفسها عشان تروح التدريب. فحاولوا يتكلموا مع البعثه مع فريق المبار. وصل الامر ان هو هيتدربوا الساعه 4 يعني، وفعلا راحوا 4 واتدربوا، بس المشكله ان هو الفريق ما لحقش الا مثلا يستريح حتى نص ساعه او ساعه في الفندق يعني. يعني اول ما وصلوا بالسفر راح على التمرين على طول. يعني الطريق اصلا كان صعب جدا، مش عارف افريقيا وطبيعه افريقيا خاصه الكوغو. احنا يعني خدنا الطريق من بونت نور لحد دولتي في 4 ساعات، يعني جبل بقى طالع نازل وممرات وحاجات كده غريبه وسط الغابات يعني. فالموضوع كان صعب جدا. هم وصلوا الفندق راحوا على التدريب على طول، حتى مثلا ما لحقوش ان هم مثلا حد يتغدى او حد مثلا ياكل حاجه يعني قبل ما يروحوا التدريب. ثانيا احنا فضلنا في وسط التدريب اصلا، التدريب شغال لان في جماهير عايزه تفتح الملعب اصلا، فاللي هو الامن وقف لهم انتوا عايزين ايه، تخش لا انت تخش ومش عارف ايه، لا احنا من حقنا نخش. وقعدوا كده كلام من مناوشات كده من بره السور يعني. تمام. خاطرنا ان فريق المباراه اصلا احنا ما شفناش حد منه، او البعثه او الفريق نفسه ما شفناش حد مثلا ينصف الامن او يعمل اي حاجه او ظبط لنا الملعب. ما فيش، حتى هو الباشمهندس حمزه زياد هو اللي ظبط الامن، حتى احنا تاخرنا في العوده من اللي احنا نيجي من بونت نوار لحد هنا بسبب ان الامن اتاخر شويه ان هو يجي يعني. لكن خلاص النادي زيك ادى التدريب ورجع على الاوتيل وكله تمام الحمد لله يعني. تمام. لو حابب مثلا حابب تاخد مثلا ملامح التشكيله بكره ممكن اقول لحضرتك يعني. سريعا يا جابر عشان ده فاصل حالا، سريعا قول. ابو جابر في حارس المرمى، حازم امام، حماده طلبه، وكوكي، وعلي جبر، وطارق حامد، عمر جابر، ومعروف يوسف، ومصطفى فتحي، وكهربا، وباسم مرسي. ان شاء الله كهربا اول مشاركه ليه بكره مع الفريق ده ان شاء الله. جابر بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا محمد جابر الناقد الرياضي بالاخبار، وده يمكن ملامح او تشكيل ان شاء الله اللي هنفرق بيه النهارده عندنا في الملاعب اليوم. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كباتننا الكبار كابتن محمد فوق وكابتن احمد بلال بعد الفاصل. طيب رجعنا لكم تاني ونتكلم على الهواء وبنكمل كلامنا، ويمكن كنا ده طبعا اتوبيس اللعيبه رايح متجه الى ملعب المباراه، وباذن الله على بركه الله للنادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. اتفضل يا باسم وزمالك ورائد. لا كنا رجعنا للنادي الاهلي يا فاروق. لا 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 لا. طيب خلينا نروح للنادي الاهلي تاني، لان النادي الاهلي هو اللي قدامنا دلوقتي، واتوبيس اللعيبه والاجواء شكلها جيده جدا جدا ان شاء الله للنادي الاهلي. وبنتكلم على 3-4-3 ونص الملعب والاهلي نص الملعب، وكان سايب ماتش النجم الساحلي وكده، فكنا عايزين كنت بتكلم في النقطه دي يا كابتن. انا هتكلم على وصبر يفتحوا الملعب وكده. انا بتكلم على اللي حصل هنا في مصر مباراه النجم الساحلي يعني. لكن انت قلت كلمه، قلت حاجه حقيقيه حصلت في مباراه الزمالك يعني. مباراه الزمالك نادي الزمالك هو اللي ادى الفرصه للنادي الاهلي ان هو يستحوذ على نص ملعب، هو اللي خلى، هو اللي ادى الفرصه للنادي الاهلي ان هو يهاجم ويضغط بالشكل ده. كانش عنده يعني انياب هجوميه جيده في مباراه الاهلي، فبالتالي الاهلي سيطر على المباراه، سيطر من خلال الضغط. ان لعيبه نادي الزمالك ابتدوا يعني ينكمشوا دفاعيا، ابتدى النادي الاهلي يسيطر. في مباراه النجم الساحلي حصل العكس، مباراه النجم الساحلي اللعيبه في نص ملعب كانت اكتر، النجم الساحلي بيلعب 4-4-2 او 4-4-1-1، فعنده زياده عاديه في نص ملعب، النادي الاهلي ما كانش عنده الزياده العاديه دي في نص ملعب. لعيبه النجم الساحلي عندهم امكانيات، عندهم مهارات، يقدروا يقفوا على الكوره، يقدروا يغيروا الملعب، يقدروا يلعبوا على الهجمه المرتده. وده اللي حصل في الشوط الاولاني، كان يقدر النجم الساحلي يسجل هدفين في الشوط الاولاني في النادي الاهلي. كان في مشكله في نص ملعب، كان بيلعب الاثنين المفروض ان هم بيلعبوا في نص ملعب الباكين اللي هم المفروض بيتقدموا، كانوا موجودين ورا دايما مع ثلاثه بتوع مع ثلاثه اللي هم قلب الدفاع اللي هو حازم وسعد ونجيب، كانوا موجودين الاثنين الطرفين كانوا موجودين دايما على خط واحد معاهم، فكانوا عاملين جاب في نص الملعب. قدر لعيبه النجم الساحلي ان هم يستحوذوا على، حتى الشوط الثاني بانت بشكل كبير جدا النجم الساحلي مسيطر،
هو اللي بيمتلك نص ملعب، هو اللي بيهاجم، هو اللي بيتحكم في رتم المباراه واثر على اداء النادي الاهلي. عشان كده بقول ان هيبقى في جاب النهارده في نص ملعب عند النادي الاهلي هتبقى في مشكله. بس هو الاهلي ما لعبش كده الماتش الاول، ما لعبش 3 4 بتهيألي في ماتش لا لعب نفس 3 4 3 4 3 بعد مباراه الزمالك لعب بنفس التشكيل نفس الطريقه. يمكن بقى النهارده فتحي يقدر يحل المشكله دي، فتحي وصالح جمعه ممكن يحلوها شويه. هو دور حسام غالي، حسام عاشور وصالح جمعه هيبقى مؤثر بشكل كبير في، بس رجوع لازم يكون معاهم برده مؤمن عامه. لما المباراه اللي لعب فيها بالطريقه دي كابتن حازم، وليد سليمان كان بيأدي دور هايل في الجزء الشمال برجوعه باستمرار مع صبري حيل او في الجزء الناحيه الشمال يعني. فبالتالي هو احنا بنتكلم في الحته الدفاعيه، لما بيلعب كده رجوع وليد سليمان ومؤمن زكريا الى حد ما بيفرق كتير قوي في نص الملعب في الجزء الدفاعي. عشان كده التعليمات اللي تتوجه للاعبين جوه الملعب هي اللي بتفرق في شكل اللعب نفسه او الطريقه نفسها بالرجوع او بحته ان احمد فتحي مثلا بيزيد، كل ده عن طريق التعليمات. لكن وليد سليمان اداها بشكل جيد مع في الجزئيه 3 4 3 دي. فاعتقد ان هو بيعتمد على وليد سليمان بشكل كبير في جزئيه الرجوع بمالي نص ملعب مع حسام عاشور وصالح جمعه النهارده، وفي نفس الوقت رجوعه مع الجزء الدفاعي في ناحيه الشمال مع صابر رحيل. طب يمكن الحاجات برضه المهمه جدا للنادي الاهلي وجود دكه كويسه، يعني بقى الاهلي عنده دكه دكه كويسه جدا. شوف الدور يمكن الاول ايام مستر جريدو كده كان راجل بيعاني اصابات كتير جدا، ما كانش عنده حد. دلوقتي في دكه كويسه، يعني الاهلي عنده ما شاء الله بره انطوي، عنده رمضان صبحي، عنده تريزيجيه، اسامي كلها تقدر تأدي شويه هجوميا، وعنده شفاع فضيل في الدفاع اعتقد موجود النهارده. شايف الماتش ده ممكن حد من البدلاء يعمل حاجه، ينزل يادي يطور، ممكن البدلاء يكون هما كلمه السر النهارده في اللقاء، ولا شايف الماتش مش هيبقى ما فيش بدائل كتيره يعني؟ لا يعني هو طبعا البدائل هتبقى على حسب سر الماتش النهارده يعني، او على حسب برضه النتيجه بتاعه الماتش. لو يعني الاول لو مسيطر وكسبان هتبقى يعني التغييرات في نطاق ضيق، ممكن يبقى تغيير او اتنين بالكتير بحيث ان هو يحافظ على شكل الفريق، ويبقى التغييرات في حدود اللي قادر يكمل او اللي مش قادر يكمل، هو مش اللي قادر يصنع الفارق. لو العكس، لو نجم الساحلي النهارده هو المتقدم او اللي هو مسيطر، ممكن يبقى التريزيجيه ورمضان صبحي وجون انطوي ممكن الثلاثه يكون لهم دور مؤثر النهارده. الثلاثه عندك تريزيجيه ممكن يغير من شكل واداء النادي الاهلي بسرعاته بانطلاقاته، عندك رمضان صبحي برضو لعيب مهاري يقدر يوصل لجون يقدر يسجل، جون انطوي اكيد هيبقى تغييره النهارده، هتبقى تغييره وتغييره مؤكده النهارده بالنسبه للنادي الاهلي يقدر يستغله كابتن فتحي. لكن احنا بقى لنا فتره يعني النادي الاهلي بقى له فتره عنده دكه كويسه، يعني ما بيعانيش من اللعيبه اللي مش موجود، يمكن يعني من ساعه ما مسك كابتن فتحي مبروك واللعيبه اعتقد ان هي المصابه ابتدت ترجع، اللعيبه اللي ما كانتش في مستواها ابتدت ترجع لمستواها. كان في مقارنات كثيره جدا من اللعيبه بتلعب، يمكن لعيبه كتيره تقيله كانت موجوده على الدكه، يعني لما يبقى تريزيجيه مش موجود، لما يبقى رمضان صبحي برده مش موجود جوه ال11 يبقى موجودين على دكه الاحتياط، يبقى كده دكه النادي الاهلي قويه. فالنهارده في اعتقادي ان الثلاثه دول في حال ان النادي الاهلي متاخر او الاداء بتاع النادي الاهلي ما يرتقي يعني هجوميا مش قوي، ممكن الثلاثه دول يكون لهم دور ايجابي النهارده معنا. يمكن رمضان صبحي فاروق كان من اللعيبه مع كابتن فتحي اول ما مسك ابتدى ياخد يلعب على طول اساسي ويلعب، وابتدى يظهر بشكل قوي ودايما كان عند حسن الظن بيه، ولما مؤخرا كابتن فتحي ابتدى يحط على طول في الاحتياطي. تفسيرك ظل وجود عبد الله السعيد طبعا، بس برضه في لما اول ما ابتدى كابتن فتحي يمسك كان دايما رمضان هو الخيار الاول، هو وعبد الله ووليد كان دايما بيلعبوا، مؤمن لما دخل الاجواء برضه بقى دايما هو الخيار الاول. شايف رمضان وجوده على دكه البدلاء دايما دلوقتي في الفتره الاخيره على طول بقى يبتدي كبديل، تفسيرك ليه؟ هو ده فعلا يعني عبد الله احسن، مؤمن احسن، وليد احسن، ولا يعني انا واحد من الناس اتدربت مع كابتن فتحي يا كابتن حازم، ودايما اعتقد ان كابتن فتحي بيحكم دايما بالتدريب وبرايته للخصم دايما باستمرار. رمضان في وقت ما اوقات لما بينزل بيعمل فرق بسرعاته بمهارته بشكل كبير جدا بيفرق مع النادي الاهلي. كابتن فتحي اعتقد لما بيعمل حاجه زي كده انت مش محتاج كل نجومك او كل الناس المؤثره معاك تبقى موجوده من البدايه، لان لازم يبقى معاك فعلا اوراق رابحه، الكلام ما بيبقاش احنا بنقول كده وخلاص. ما ممكن مثلا يلعب هو ويبقى وليد مثلا او مؤمن برضه اوراق رابحه، يعني دايما دلوقتي بقى الخيار على طول رمضان
هو فعلا أخيرة. خلي بالك احنا جه في وقت مرقات رمضان هو رقم واحد, وكان قبليه وليد سليمان, وكان قبليه عماد متعب. يعني كل واحد بيجي له وقت بيبقى هو توب او رقم واحد في الفريق في حاله ان هو المكسب, ان هو بيكسب الفريق. انا شايف ان التكامل او النادي الاهلي وصل لمرحله الجماعيه بعد كان وقت المراوغات, طبعا زي ما كنت بتتكلم مع بلال اصابات غيابات كل ده, وصل الوقت الجماعيه ان يبقى فيه خلاص شكل معين النادي الاهلي بيلعب بيه, سواء بقى رمضان كان فايق او غيره كان كله فايق, كله بقى عنده حاله بدنيه عاليه, فبالتالي وجود رمضان كورقه موجوده بيقدر يستغلها بشبابه بخبراته اللي هو بتزيد كل شويه بشويه. ولكن لما تيجي تتكلم لا وليد سليمان ومؤمن زكريا هم في الوقت ده هم الاحسن. انا شايف في الفتره اللي فاتت ان هم الاحسن. رمضان محتاج يطور من طريقه لعبه شويه في حته ان هو بيروح لازم يروح على طول, ما يبتديش يخش لجوه ويقدر يمشي بالعرض. ده مهم جدا رمضان يبقى فاهم ان هو وصل لمرحله عاليه من الـ من الـ من من اللاعب, لازم بقى التطوير لان هو لسه 17 سنه يقدر يطور نفسه بشكل جيد. يا كابتن حازم ده يمكن وصول الاهلي لملعب المباراه, وملعب حلو, ملعب النجم الساحلي, كلنا لعبت عليه متهيألي, كلنا لعبنا عليه, ملعب كويس وصغير, مش ملعب كبير, مش ملعب كبير. هي اصلا الجو كمان والتصوير في سوسه نفسها حتى لذيذ مع الجمهور النهارده. اعتقد ان النادي الاهلي لازم يتعب نفسه يعني, وفريق كمان فريق النجم الساحلي فريق بيلعب كوره, فالنهارده هتبقى كوره كابتن حازم كوره جيده تقدر تنبسط بيها, يقدر النادي الاهلي يمتع الجمهور اللي راح وراه هناك في سوسه, نفس الوقت الجمهور اللي متابعه هنا من خلال ملعب لعب كويس, لعب على الارض. اهم حاجه خليك كابتن حازم الميس باس, ميس باس طول ما هيقل مع النادي الاهلي مع التحرك طول ما هو هيركب المباراه مع لو في جزء الضغط. على فكره كابتن بلال انا قصدي الضغط على نص ملعب مش خلاص الكوره بشكل كبير, هو ده الاهم في النادي الاهلي, اللي هو ده اللي عمله مع نادي الزمالك وسيطر بيه على الموقف. هو ده مهم ان انت ما تديش اي فرصه لنص ملعب النجم الساحلي ان هو يسيطر على الكوره ويقدر يهاجمك ويقدر يلعب كوره وينقل بشكل جيد. هو ده اللي انا بتكلم فيها كابتن حسن. طيب يمكن برضو من اللعيبه اللي كانت في الدور الاول عامله موسم قوي جدا تريزيجيه, اللي عمل موسم او نص موسم رائع لغايه لما اصيب ابتدى يخش دايما برضو كاحتياطي او كبديل. شايف تريزيجيه تركيزه في الاحتراف انه خلاص رايح عند اللخت ده بخلاه برضو يبعد شويه عن الشكل اللي ابتدى بيه الموسم, كان بادئ بدايه رائعه ابتدى يقل نوعا ما شويه. احسن انه يحترف ويشوف ويبتدي الكابتن فتحي يشوف اللعيبه اللي هتلعب معاه النهارده. شايف تريزيجيه على دكته ده ازاي؟ لا تريزيجيه طبعا انا كنت بعده من افضل اللعيبه اللي موجودين في مصر في الوقت الحالي. يعني عنده امكانيات عاليه جدا, لعيب سريع, لعيب قوي, لعيب مهاري, بيقدر يسجل اهداف اوقات كتيره جدا. هو اللي كان بيحسم لقاءات للنادي الاهلي في الدور الاول برده مع كابتن فتحي في الدور الثاني. لكن هي المشكله يعني زي ما احنا اتكلمنا في بدايه الحلقه ان المشكله برده ان هي دي مشكله الصفقات الكتير, هي دي مشكله الصفقات الكتير اللي بتخليك برده تستغنى عن لعيب عشان لعيب تاني. يعني تريزيجيه في بدايه الموسم كان بيأدي بشكل رائع قبل موضوع الاحتراف, وقبل ما تفتح برده الاحتراف ابتدى يقعد على دكه الاحتياط, ابتدى يلعب تاني, ابتدى يقعد تاني برده رمضان صبحي نفس الصبح وصل لحاله من النضوج. رمضان كان يعني بتحطه وبعدين زي ما بنقعد الكره بتحط الفرقه بعديه, يعني وصل مع كابتن فتحي مبروك لكده. النهارده بعد كل الصفقات وبعد رجوع اللعيبه اللي كانت مصابه ابتديت برده تستغنى عن رمضان صبحي وابتديت تحطه على دكه الاحتياط تاني, وابتديت ان انت بتلعبه 5 دقائق في 10 دقائق. ودي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها, ان انا بقى عندي لعيب رقم واحد ما ينفعش اجيب لعيب رقم واحد تاني. يعني دي مشكله كبيره. يعني النهارده رمضان صبحي ما لعبش النهارده, ما لعبش الماتش اللي فات ولا اللي قبليه, 4 مباريات بيلعب 5 دقائق 10 دقائق. يعني هل هو انت حاطه مصنفه عندك لعيب رقم واحد ولا مصنفه لعيب رقم اثنين؟ هي دي يعني دي ده الفكره اللي احنا بنتكلم بيه, ان هو النادي الاهلي لما يكون عندي لعيب تقيل قوي, لعيب عنده امكانيات رائعه, ولاعيب ممكن يكسبني, ما اروحش اجيب لعيب من بره وانا عندي لعيب قوي. يعني رمضان صبحي من افضل الموجودين حاليا. يعني مع احترامي طبعا كل الناس كلهم لعيبه محترمه وكلهم لعيبه امكانياتهم عاليه, لكن هو من افضل اللعيبه الموجوده النهارده. يعني عشان برضو يجي صفقه ثانيه لازم تلعب, لازم تاخد دورها. فهتلعب على مين؟ هتلعب على اللعيب الموجود. فدي مشكله كبيره جدا عملتها الصفقات اللي انا بتكلم فيها. بس دايما تفضل طول ما انت عندك فرقه كبيره وعندك هتلعب اهلي, هتلعب دوري, تلعب كاس, تلعب تشامبيونز ليج, وبالتالي محتاج لكل اللعيبه دي. طب النهارده برضو يمكن من الحاجات ده يمكن ده التدريب بتاع امبارح, تدريب امبارح لكن خاص الاهلي اسبوع, برضو من الحاجات اللي كانت فتحي النهارده عملها وهو انه حط صبري النهارده رحيل. الحته دي لعب فيها وليد سليمان ماتش الاهلي, عمله ماتش كويس جدا, ماتش الزمالك عمل ماتش كويس جدا في الحته الشمالي. النهارده حط صبري رحيل وقدامه وليد سليمان. تغيير وليد النهارده من الحته اللي ورا للحته اللي قدام مع انه اداها بشكل كويس ماتش الزمالك, تفسيرك ليه؟ هل جابها اليوم قويه في النجم الساحلي ولا هو عايز يوفر وليد النهارده كانه يبقى في ناحيه هجوميه اكتر؟
بس كنت عايز انا قلت لك ان في مجموعه من اللعيبه في الجزء الهجومي عند النجم الساحلي مع يعني قوي جدا وعندهم سرعات عاليه. انت حتى انت بتلعب بتحاول تعدي المباراه زي ما بتقول بنتيجه ايجابيه سواء بقى فوز او سواء اقل حاجه هو التعادل لانك انت محتاج انك تخش اول عشان تقدر تلعب هنا في الدور قبل النهائي في القاهره او النهائي. فبالتالي لازم تبقى في حاسب حساباتك بشكل كبير. اعتقد كابتن فتحي حاسبها بشكل لما تيجي نتكلم على خليل بنجوره وبوجه حجاج لعيبه سرعه جدا لعيبه يقدروا يخترقوا بشكل كبير لكن مع وجود صبر رحيم يمكن وليد سليمان كان بيعمل مجهود كبير من غير يعني من وجود باك ليفت او الجزئيه ناحيه الشمال كان بيعمل مجهود كبير. ولكن لما يبقى فيه صبر رحيم موجود وليد سليمان هيرجع ولكن امكانياته الهجوميه هتبقى موجوده مش هتفقدها بشكل كبير. اعتقد ان الجزئيه دي كانت محطوطه في فكر كابتن فتحي ان صبر رحيل يقدر يدافع ويقدر يعمل شغل مع وليد سليمان وفي نفس الوقت وليد سليمان يقدر يساعد صبر رحيل في حته الهجوميه ويبقى في كتره عدديه في الجزئيه دي في الحاله الدفاعيه اللي انت محتاجها وقت ما الفريق نجم الساحلي بخطوره لاعبين الموجودين اللي احنا بنقول اساميهم دلوقتي. فبالتالي اعتقد ان هو بيعمل جبهه ناحيه شمال لان فعلا زي ما تتكلم بنجوره وحجاج لما بيهاجموا من جزئيه الناحيه الشمال واعتقد ان محتاج صبري جزئيه المساعده من وليد سليمان حسام عاشور. حسين السيد بعيد قوي عن الاجواء مع انه كان بادئ موسم رائع في بدايه الموسم. هو انت بتحس ان حسين ساعات بيلعب صبري بيلعب يعني بس كان بادئ اول الموسم كان صحيح. هو اللي راكب يعني صحيح. كان ماشي كويس جدا صحيح. بعدين جت اصابه من ساعتها بعيد عن الاجواء وبعيد عن الشكل اللي هو كان بادي بيه. هي دي بقى ترجع له بقى لازم هو يشد شويه على نفسه لو في جزئيه ناقصه محتاجها كابتن فتحي من خلال الملعب او من خلال التمرين لازم هو يشتغل عليها بشكل كويس يعني. قول لي اقول لك لا يعني فعلا لما تيجي تبص على النادي الاهلي هتلاقي اللعيبه الصغيره ما عندهاش الثبات يعني حسين بدا كويس قوي بعدين نزل تريزيجيه ابتدى كويس قوي نزل رمضان ما ابتداش خالص كان راجل بيقعده ابتدى يبان وبعدين رجع تاني. مع الرغم هتلاقي مثلا عبد الله دايما على طول حسام موجود ما بيطلعوش كتير اللعيبه الكبيره بتقدر تحافظ حتى لو بيلعب 6 من 10 لكن يفضل 6 من 10 الماتشات كلها مثلا لكن ممكن ده حسين يفضل 9 وبعدين يرجع ل 2 وبعدين في تباين شويه كتير. اللعبة دي محتاجة ايه بالذات اللعبة الصغيرة في النادي الاهلي يعني شايفها ازاي؟ بصوا اللعبة الصغيرة اللي موجودة في النادي لو هنتكلم على تريزيجيه ورمضان صبحي هنتكلم عن لعبة عندها امكانيات عالية قوي يمكن اللي بعد شوية تريزيجيه زي ما انت قلت يا كابتن حازم ان هو جاله اصابة فترة فقعد شهرين بعيد يعني فالطبيعي بعد شهرين بترجع تبتدي تدخل في اجواء الماتشات تبتدي تلعب تبتدي تاخد ثقة تاني ترجع نفسك. لكن اللي حصل مع تريزيجيه هو بعد ما رجع خلاص ابتدى موضوع الاحتراف ده يجي فريق زي اندراخت فريق كبير فريق تقيل هو كمان حابب بشكل كبير ان هو يخوض التجربه دي فابتدى خلاص هو يبعد عن تركيزه خلاص هو عايز يحترف وخد قرار ونادي الاهلي خلاص ساعده في القرار ده فخلاص هو ابتدى يفكر بعيد يعني فكره يروح لبعيد خالص هو مش هبقى موجود الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي فابتدى يركز بره. انما رمضان صبحي زي ما احنا اتكلمنا كان بعيد وابتدى يلعب ابتدى ياخد ابتدى مستواه يعلى فجأة بنبص بنلاقيه ما بيلعبش احتياطي في 10 دقايق في 5 دقايق دي حاجة ترجع للمدير الفني مش للعيب نفسه. انا شايف ان موضوع رمضان صبحي ده موضوع فني مش للعيب. انا ما شفتوش بيأدي اداء قليل او اداء سيء او اداء سلبي عشان اقدر اقول ان هو لازم يرجع لحالته الطبيعية او لازم يرجع. ده وجهة نظر المدير الفني هو شايف ان اللي موجودين ممكن يكونوا مفيدين اكتر من رمضان صبحي او رمضان صبحي وجوده بره على دكه الاحتياطي هو افضل بكتير جدا من وجوده كلاعب اساسي. انما فكره انك انت يبقى عندك لعيب ناشئ لازم تديله يعني انا النهارده ممكن عندي لعيب ناشئ ولعيبه عندي كبار في الملعب ولعيبه انا شايف ان هو هيديني الفتره يعني الفتره اللي قدام ده لازم يبقى موجود في الملعب. خصوصا مثلا لو واحد زي رمضان صبحي ده بيلعب مثلا سيف ام بي والاهلي راح يشتريه يدفع فيه كام؟ لا يقنع عن 7-8 مليون جنيه. لا بالشكل ده يدفع 100 مليون وهيجي يلعب على طول خلي بالك. وهي دي المشكله دايما للناشئين اللي في الانديه سواء كبيره انه دايما يعاني عشان يلعب مع ان ده لو جبته من اي حته هتجيبه بارقام كبيره جدا ولكن ده في كل الانديه في الزمالك والاهلي وكده. طب خلينا يمكن في تصريح مهم للكابتن فتحي مبروك كان قاله هو قال لك اعتبروني اجنبي يعني واحد خواجه لان هو عنده احساس دايما ان هو هيمشي او الناس بتحاسبه ان هو مؤقت دايما المدرب المؤقت ورغم كده بينجح يعني صحيح. يعني كان فتحي جه خد الدوري ومشي ورجع تاني مع الاهلي رجع على الاهلي في حته منافسه قويه جدا مع نادي الزمالك بعد ما كان الناس فقدت الامل بشكل كبير وعمل ماتش رائع مع نادي الزمالك.
ليه دايما الاحساس مع كابتن فتحي ان هو مؤقت مش هو قاعد؟ يعني احنا لغايه وقتنا هذا بيقال زي ما انت قلت انه في تصريح، ولكن كلام كتير برضو ان في واحد اجنبي جاي السنه الجايه عشان التجارب. كابتن حازم بتقول ان النادي الاهلي هو انسب حاجه اللي بيدربه هو مدرب اجنبي. لما تيجي تبص للمدربين المصريين اللي كان قبل كابتن فتحي، ممكن كان كابتن حسام البدري، كابتن محمد يوسف، اخذوا بطولات مع النادي الاهلي وفي نفس الوقت مشيوا وجي مدرب اجنبي. انا شايف من وجهه نظري ان يمكن الضغوط، يمكن عشان ما فيش جمهور دلوقتي الامور بتبقى سهل. الضغوط من جمهور النادي الاهلي في حاله اي اخفاق بتبقى صعبه جدا، لا يتحملها، او الاداره بتشوف ان المدرب المصري لا يتحملها بالشكل الكافي زي المدرب الاجنبي. يعني المدرب الاجنبي هو مدرب محترف جاي عايز يقدم مهمه، بيكسب ويخسر زي ما انت عارف يا كابتن حازم، بيبقى دي كوره بالنسبه لهم كوره. ولكن انت هنا لا، انت سواء جمهور اهلي او زمالك عايز المكسب باستمرار، عايز البطوله باستمرار. الضغوط بتبقى اكتر خصوصا لما تبقى ابن النادي، الضغوط بتبقى اكتر عليك جوه النادي ومن خلال جماهيرك. بالتالي انا بشوف ان هي دي الـ 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 الشكل العام، عشان كده انت بتحس ان كابتن فتحي قاعد مؤقت وماشي. نتمنى التوفيق ان شاء الله لكابتن فتحي وكل مدربين مصر. نتمنى التوفيق النهارده للنادي الاهلي باذن الله ان شاء الله، وبكره لنادي الزمالك. شكرا كابتن فاروق، شكرا جزيلا. التوفيق ان شاء الله للاهلي النهارده والزمالك بكره ان شاء الله، عايزينهم ان شاء الله يبقوا في النهائي مع بعض. زي ما بقول لك هتبقى طفره موجوده في الكره المصريه من خلال وجود ناديين كبار في النهائي ان شاء الله. شكرا كابتن احمد، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، ودايما متالق باذن الله. مشكوركم اعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا. نشكر رئيس تحريرنا ابو طالب، الاعداد محمد صلاح، وليد سلام، ايمن دهشوري، وسارة يحيى، وطبعا احمد ابو طالب رئيس تحريرنا، ياسر عاصم مخرجنا الجميل، ومن الكونغو محمد جابر، ومن تونس طبعا رئيس او مدير برامج رياضيه مهيب عبد الهادي. بشكركم شكرا جزيلا، ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه اخرى من ملاعب اليوم.